يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات النهار في كل مكان، وحلقه جديده من بلس 90، حلقه مهمه، اخبار، كواليس، تفاصيل كتير جدا على مدار ساعتين من دلوقتي، فتابعونا لحظه بلحظه. خلاص الاستعدادات على اشدها تحديدا من الاهلي والزمالك وجماهير الاهلي والزمالك، مباراه القمه يوم الجمعه المقبل بين اكبر فرقتين في مصر وفي افريقيا، ماتشات من الماتشات اللي قلبك يحبها قوي قوي قوي، فرقتين تقال، كل فريق جاهز بالشكل الأنسب من خلال الاستعدادات لهذه المباراة، بغض النظر عزيزي المشاهد ما بين مين أفضل دلوقتي ومين مستواه في تراجع دلوقتي، ما فيش أي مقاييس ولا في أي اعترافات بكل هذه الأمور أبدا أبدا أبدا. تبقى مباريات القمة ما بين الأهلي والزمالك هي مباريات خارج التوقعات بغض النظر عن أي معطيات قبل المباراة، ده أمر مفروغ منه. الأهلاوية طبعا بيدعوا إن الأهلي يكسب، الزملكاويه طبعا بيدعوا ان الزمالك يكسب، مباراه بطعم مباراه نهائي القرن ما بين الفرقتين في نهائي دوري ابطال افريقيا 2020. المباراه اللي فاز فيها النادي الاهلي بنتيجه 2-1 هدف افشه الشهير، هل تكون مباراه الصقر بالنسبه لنادي الزمالك، خصوصا ان هي مباراه بطوله افريقيه من مباراه واحده وهي مباراه السوبر الافريقي، ام الاهلي ياخد بطاره كرويا؟ انا ضد دايما حته مفيش طار في الكوره، انا اقصد يعني ان انت تسأر من هزيمه كانت في 94 من نادي الزمالك بهدف الكابتن ايمن منصور في نفس البطوله بنفس اللقب، لقب السوبر الافريقي بجوهانسبرغ ساعتها. فبالتالي الكل متاهب، الكل مترقب هذه المباراه. معسكر الاهلي، معسكر الزمالك، الاستعدادات قائمه، اخر التفاصيل ايه؟ اخر الاستعدادات ايه؟ خلينا نبتدي بنادي الزمالك، لان من دقائق او لحظات قليله جدا نادي الزمالك كان اعلن عن القائمه المسافره الى السعوديه عشان تشارك في هذه المباراه. خلي بالك القائمه 25 لاعب، هقول لك التفاصيل بالظبط، بس في كل الاحوال اللي هيكونوا موجودين على قوه الفريق في الماتش ده هم 20 فقط، اللي هيكونوا متاحين لجوميز هم 20 فقط، وهو مستقر عليهم لحد 48 ساعة قبل الماتش، ممكن يعدل زي ما شرحت لحضراتكم امبارح. بس خلينا نستعرض القائمة بتاعت نادي الزمالك اللي أعلن عنها النادي بشكل رسمي، ودي القائمة اللي هتسافر بكرة إن شاء الله، يوصلوا بألف مليون سلامة. في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، ومحمود الشناوي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. خط الدفاع عمر جابر المتألق، حمزة المسلوسي المميز جدا، محمود حمدي الونش، ودي تفصيلة مهمة قوي هقول لك عليها دلوقتي بعد ما أقرأ لك بقية القائمة، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد محمود، محمد حمدي الظهير الأيسر القادم من إنبي على سبيل الإعارة، ومحمود بن تايك اللي هو الظهير الايسر المغربي اللي جاي ايضا من سانت ايتيان على سبيل الاعاره. خط الوسط نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاته، محمد السيد، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق، شيكابالا، مصطفى شلبي، احمد مصطفى، زيزو، كونراد مشلك، صفقه الزمالك الجديده. خط الهجوم سيف الدين الجزيري، عمر فرج بالصفقه الجديده، حسام اشرف، وناصر منسي. دول كام لاعب؟ دول 25 لاعب. طيب احنا قلنا لحضراتكم اول امبارح ان 24 لاعب هم اللي هيسافروا مع نادي الزمالك، امال ازاي النهارده 25؟ اللاعب رقم 25 اللي هو محمود حمدي الونش اللي تم اضافته في القائمه لمجرد ان هو يكون موجود يحفز زملائه، ده تحفيز مهم جدا من نجم كبير زي الونش، لعيب بيفتقده جدا خط دفاع نادي الزمالك. تخيل كده لو الونش دلوقتي جاهز 100% وموجود ما يبقاش في قلق على دفاع نادي الزمالك خالص. دلوقتي في قلق؟ في قلق عند الجمهور، الجمهور الزمالك اكيد اكيد يقول لك لا كنا نتمنى خط الدفاع يكون اقوى من كده، عندهم حق جدا جدا جدا، لكن لو الونش بالفورمه بتاعته ان شاء الله يرجع بألف مليون سلامه، فيفرق قوي 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 مع الفرقه بشكل عام بشخصيه الونش وامكانيات الونش، ويفرق ايضا على المستوى الفني في خط الدفاع تحديدا اللي بيعاني منه نادي الزمالك. طب الونش برضه مسافر ليه بخلاف مسانده زملائه وتحفيزهم؟ هو مسافر عشان يكمل البرنامج التاهيلي الخاص بيه في اطار العوده القريبه جدا باذن الله تعالى للملاعب، فالونش خارج المباراه ده امر مؤكد، لكن هو تم اصطحابه في او مع البعثه بتاعت نادي الزمالك اللي هتسافر بكره بسلامه الله تعالى. مين ابرز الاسماء المرشحه للخروج؟ مين الاربعه اللي ممكن ما يكونوش موجودين؟ عندك محمود الشناوي هيكون بره القائمه،
ماشي، ادي واحد. هتخش بعد كده على احمد محمود، هو الاقرب للخروج من القايمه، ادي اتنين كده، يبقى ناقص اتنين لعيبه. بتتكلم على بنتايك مرشح انه يخرج خارج القائمه الخاصه بالمباراه، قائمه ال20 لاعب، ادي اللاعب الثالث. ومحمد السيد ايضا هو اللاعب الرابع، سواء هو او محمد اشرف، او يعني حط محمد السيد، محمد اشرف، محمود بنتايك، في اتنين منهم هيكونوا بره القايمه، بخلاف طبعا محمود الشناوي زي ما قلت لحضراتكم، احمد محمود. تمام، دي لقطات من مران نادي الزمالك. البعثه باذن الله هتسافر بكره برئاسه الكابتن حسين لبيب. خلاص، فدي قائمه نادي الزمالك في اطار الاستعداد لهذه المباراه. طيب، عندي اكتر من جزئيه ليها علاقه بالزمالك. رقم واحد، هات لي كده ايه صوره الراجل مشلك كونراد مشلك، اللي هو اللاعب البولندي الجناح، اللي كل الانطباعات داخل نادي الزمالك وكل الانطباعات، لا كبر الصوره بقى يا صلاح بقى، تمام، كل الانطباعات عند اي واحد اتفرج على تدريبات النادي او على المباراه الوديه اللي اتلعبت اول امبارح الصبح بين الفريق الاول في الزمالك مع فريق الشباب، انطباعات غايه في الايجابيه، انطباعات كلها، مفيش حد قالك اصل بس هو ينقصه كذا، اصل بس الدنيا مش عارف ايه، لا، في حاله من حالات التفاؤل الكبيره جدا داخل نادي الزمالك، سواء بقى بتتكلم عند مسؤولين، تتكلم على جهاز فني، او حتى اللاعبين اللي بيشاركوا مع اللاعب في التدريبات. شايفين ان هو لاعب جامد جدا، واكتر حاجه بتميزه السرعه. اكتر حاجه بتميزه السرعه. انا بحكي لك بالظبط الانطباعات اللي موجوده داخل القلعه البيضاء. خلاص، حته يبتدي او ما يبتديش، انا بقول لك هو الاقرب للبدء في هذه المباراه حسام مصطفى شلبي حتى الان، هو الاقرب ان يكون موجود في المكان ده كجناح ايسر. طبعا زيزو ما فيش خلاف، الجزيري ما فيش خلاف، الكلام دلوقتي مصطفى شلبي ابتدي بيه ولا ابتدي بكونراد مشلك اللاعب البولندي. النسب قريبه جدا من بعض، بس الكفه ارجح شويه لكونراد، الكفة بالنسبة له أرجح شوية، لأن شايفين إمكانيات كبيرة جدا في التدريبات. طيب، ده بالنسبة لمشلك. تعال أكلمك على الجانب المعنوي بالنسبة للفريق. فخليني أقول لك عزيزي المشاهد إن حالة من حالات التفاؤل الكبيرة جدا جدا داخل نادي الزمالك بالفوز ببطولة السوبر. في تفاؤل كبير، وفي ثقة، وفي تحفيز متميز جدا بيحصل من الاداره. الناس في نادي الزمالك مركزين كل التركيز في هذه المباراه، وان ازاي الفريق يرجع من السعوديه مع بطوله السوبر مع اللقب. ففي تفاؤل، في تفاؤل، وبالمناسبه في اوقات كتير جدا ده بيكون مطلوب. بس في الوقت يعني في نفس الوقت لازم تعمل ايه؟ لازم تكون عامل حساباتك بشكل كويس قوي لاستراتيجيتك في الماتش. وهنا الكلام برضو على جوميز. ناس تتكلم شوية على جوميز، هل جوميز مدرب تثق فيه ولا لأ؟ هل جوميز تغييراته جيدة ولا أغلب الأوقات بتبقى غير موفقة؟ جوميز موقفه إيه؟ جوميز كلام كتير قوي على جوميز، لكن في حاجة مهمة قوي الناس مش واخدة بالها منها، إن جوميز لعب قدام النادي الأهلي ماتشين، نهائي كأس مصر فاز فيه النادي الأهلي 2-0 بعد ما نادي الزمالك قدم مباراة كبيرة جدا ومميزة، كاس مصر اللي كان في السعوديه النهائي اللي فاز فيه الاهلي بهدفي امام وقفشه، ولعب ماتش في الدوري فاز فيه جوميز على كولر 2-1. فاذا هو عنده ثقه في الماتشات اللي زي واخد ثقه، عارف بيشتغل ازاي، عارف هو بيعمل ايه. انت بقى تقييمك ليه الان من تغييراته، الان من التشكيل، الان من التوظيف، ممكن، لكن الماتشات دي بحسابات تانية، الماتشات دي بحسابات تانية. ففي تفاؤل كبير جدا داخل نادي الزمالك، في تفاؤل كبير جدا داخل نادي الزمالك. خلاص، بخلاف بعض التصريحات اللي بتخرج من خلال وسائل الاعلام، فخلقت تحفيز اضافي، دوافع اضافيه اخرى عند الفريق، ودي حاجه برضو تندرج تحت البند الايجابيات، لان في كل الاحوال انا احب قوي اللي يحاول يخلق لنفسه دافع اضافي، يحاول ان هو يحفز نفسه بشكل كبير. طيب، ايه تاني اللي عمله نادي الزمالك؟ وده احنا قلنا لحضراتكم عليه اول امبارح، ان هيتم صرف
15% او ال 15% المتبقيه من مستحقات لاعبي نادي الزمالك، لكن هنا في تفصيله غايه في الاهميه. النهارده بالفعل احنا اول امبارح في حلقه اول امبارح اول يوم في الاسبوع قلنا لحضراتكم ان خلاص نادي الزمالك خلال الايام دي هيصرف ال 15% قبل مباراه القمه عشان ما يبقاش في لعيب في نادي الزمالك ليه جنيه. بالفعل تم صرف ال 15%، 15% يمكن يعني ناس كتير جدا ما اتكلمتش على النسبه، انا بقول لحضرتك بالظبط النسبه اللي كانت متبقيه، اللي كانت متبقيه للاعبي نادي الزمالك 15% اتصرفت النهارده ومفيش لعيب واحد ليه مستحقات متاخره ولا لاعب في نادي الزمالك ليه مستحقات متاخره. التوقيت كان مهم قوي. طيب كل اللعيبه كل اللعيبه كل اللعيبه، الجهاز الفني موقفه ايه؟ ملوش جنيه عند نادي الزمالك. الناس في نادي الزمالك النهارده صرفوا كل حاجه، بص انت ليك كام؟ اتفضل. ناقصك ايه؟ اتفضل. بعد اذنك بس هات لي البطوله. مفيش حاجه مطلوبه تاني. طيب مين اللي لسه ليه بعض المستحقات في نادي الزمالك؟ من اللعيبه دي الاجانب. ليهم جزء من المستحقات، ما خدوا جزء؟ ناقص لهم جزء متبقي من المستحقات. لكن كل لاعب محلي موجود في قائمة نادي الزمالك، أي لاعب موجود في قائمة نادي الزمالك طبعا من الأجانب دول خرج الصفقات الجديدة. تتكلم ربما على المسلوسي، بتتكلم على سامسون، خرج الأسماء الجديدة، يعني كونراد الراجل ما لحقش يبقى ليه مستحقات، الراجل عمر فرج ما لحقش يكون ليه مستحقات، مين الخامس يا جماعة في قائمة الزمالك من الأجانب فكروني؟ واخد بالك؟ بنتايك ما لحقش يكون ليه مستحقات يعني. بتكلم بالتحديد على مسلوسي، بتكلم بالتحديد على سامسون اكينولا، نتكلم برضو على الولد اللي تحت السن برضو سيدي ندايم ما لحقش يكون ليه مستحقات. لكن في كل الاحوال اي لعيب محلي موجود في صفوف نادي الزمالك محلي، اقصد كمصري يعني، واخد كل جنيه كان ناقص له. النهارده اتصرفت كل حاجه، ناقص بس الاجانب ليهم جزء بسيط جدا من المستحقات. دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه جدا جدا قام بها مجلس اداره نادي الزمالك. طيب الراجل جوميز بيذاكر الاهلي ازاي؟ بيتفرج بالتحديد على اخر ماتشين، اللي هو الماتشين اللي لعبهم الاهلي قدام الجورماهيا الكيني اللي فاز ايه ذهابا 3 وايابا 3، 6 مجموع الماتشين. اتفرج هو على الماتش الاولاني من الملعب هناك في كينيا بعد ما خلص ماتش الشرطه الكيني اللي فاز فيه نادي الزمالك 1-0، وبيتفرج فيديو على ماتش الاياب بالنسبه للنادي الاهلي قدام جورماهيا الكيني وبيدرس الفريق بشكل قوي. ويمكن جوميز حافظ تشكيله الاهلي، انا بقول لك وبيني وبينكم تشكيله الاهلي مش محتاجه استنتاجات او مش محتاجه توقعات، تشكيله الاهلي واضحه الا لو كولر عمل مفاجات. وهنا هنروح لسه نتكلم عن النادي الاهلي، لسه هنروح نتكلم عن النادي الاهلي، بس عشان اقفل لك ملف الزمالك الاول. فبالتالي الراجل قاعد بيذاكر الماتشين وبيدرس كل نقاط القوه والضعف في صفوف النادي الاهلي يعني. طيب من الاخبار الجيده جدا ان النهارده مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق انتظموا في التدريبات الجماعيه، كل واحد فيهم كان متعرض او تعرض لكدمه في الكاحل، فبالتالي الامور جيده جدا، شاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل والدنيا تمام وزي الفل بالنسبه لهم والف الحمد لله على سلامتهم، حاجه كانت بسيطه يعني. فانت محتاج في نادي الزمالك كل لعيب، كل لعيب يكون جاهز، لان انا بقول لحضرتك الماتش ده بالنسبه لنادي الزمالك مختلف عن اي ماتش. الناس تتكلم على الزمالك كان وحش جدا في الماتشين، الاداء ما كانش افضل حاجه رغم انه فاز، الاداء ما كانش مقنع، الجمهور قلقان، اصل خط الدفاع. انا بقول لحضرتك الزمالك في ماتش السوبر مختلف، الزمالك في ماتش السوبر عنده دقه قويه جدا جدا تمام. لو ناصر قعد دكه الا لو لعب اساسي مع عبد الله، بكره هقول لكم بعض التفاصيل اللي علاقه بالتشكيل يعني ان شاء الله باذن الله تعالى لو كان في العمر بقيه يعني. فممكن يعني ناصر، لو ناصر ماهر قعد دكه فورقه جامده جدا، مصطفى شلبي او كونراد اي واحد فيهم يقعد دكه فورقه جامده جدا، عمر فرج لما يقعد دكه هيبقى ورقه جامده جدا، واخد بالك؟ تيجي تتكلم مثلا على مين تاني؟ تتكلم على اكتر من عنصر، تتكلم على اكتر من عنصر. توظيف محمد شحاته هيبقى عامل ازاي؟ الامور هتبقى اخبارها ايه؟ نص الملعب هيشتغل ازاي؟ ايه الفكر بتاع جوميز؟ جمهور نادي الزمالك تيجي تساله يقول لك انا نفسي ان في نص الملعب يلعب شحاته ويلعب دونجا وقدامهم عبد الله السعيد عشان يكون في مواجهه قويه جدا مع اكرم وامام ودونجا، عفوا اكرم وامام ومروان عطيه. خلاص؟ ف
دي كل التفاصيل تتعلق بنادي الزمالك، بخلاف ان النهارده المران المجلس بالكامل حضر ودعم الفريق، ما كانش في جلسه او حاجه، ما فيش اي كلام حصل بشكل مباشر ما بين المجلس واللاعبين، لكن في مكافآت تم رصدها زي ما قلنا لحضراتكم برضو مش فاكر امبارح ولا اول، بخلاف الكابتن ايمن حفني نجم نادي الزمالك السابق كان موجود عشان يآزر الفريق قبل السفر غدا للسعوديه. انا معايا على الهاتف الكابتن الكبير نجم نادي الزمالك والاهلي السابق والحارس الدولي الكبير الكابتن نادر السيد. يا كابتن نادر اهلا بيك. هشام صحتك، تحياتي ليك ولكل اخبارك المشاهدين. كله ربنا كويس يخليك. الحمد لله الحمد يا رب لله دايما. كيف ترى مباراه القمه يوم الجمعه المقبل بين قطبي الكره المصريه في السوبر افريقيا؟ هي مباراه القمه، ويعني هي مباراه ضمن مباريات القمه باختلاف مسمياتها، لان مفهوم. حتى مباراه الدوري اللي هي ما فيهاش كاس وما فيهاش حاجه بتبقى مباراه محسوبه من مباريات القمه. فأهم يعني اهميه المباراه او تصنيف المباراه يا اما في ماتشات دوري او كاس مصر او كاس سوبر. فانا شايف ان دايما، ليه انا بقول الكلام ده، دايما مباريات الفريقين بتبقى مباريات كبيره بغض النظر عن بتتلعب عشان ايه. ففي كل الاحوال هي مباراه كل الاحوال هي مباراه قمه ومباراه مهمه جدا. البعض مثلا من جمهور الزمالك ممكن يكون قلقان شويه بسبب الاداء اللي ظهر بيه فريق في الماتشين الاخرى امام فريق الشرطه الكيني، على الجانب الاخر جمهور الاهلي ممكن يكون مطمن نوعا ما بسبب ان الاداء جيد، فيه استقرار فني، الفرقه التشكيل يعتبر ثابت. انت بتفكر ازاي او بتشوف ايه تقييمك لمعطيات ما قبل هذا اللقاء يا كابتن؟ أنا شايف مفيش معطيات قبل أي لقاء أهلي وزمالك أو الزمالك والأهلي خالص، لأن كل مباراة وليها ظروفها، ومش معنى إن الأداء يكون جيد في المباريات اللي قبل كده ممكن هيبقى الأداء جيد في المباراة بغض النظر عن الطرفين يعني. أيوة، هي دي مباراة، كل مباراة ليها الظروف بتاعتها، الظروف بتاعتها الفنية والخططية والنفسية والمعنوية وحاجات كتيرة جدا جدا، ونتيجة المباراة ممكن تأثر. يعني تخيل لو كل الناس بتقول ان فرقة الزمالك في احسن حالاتها وجي مثلا جول في اول 5 دقايق واتطرد واحد بعد 10 دقايق، بيبقى خلاص الموضوع يعني، او العكس، او الاهلي في احسن حالاته وحصل الكلام ده. فهي النقطة كلها، ما بحبش يعني، انا ما بفضلش الحقيقة فكرة ان المكسب بيجيب مكسب والخساره بيجيب خساره والاداء كويس بيجيب اداء كويس. لا، ما انا لو انا عملت اداء كويس في مباراه وجيت في المباراه الثانيه ما عملتش اداء كويس، ما فيش شكل خططي كويس، ما فيش ممكن اخسر عادي بالنسبه للعيبه، هخسر اكيد هخسر يعني. فالمهم يعني الحقيقه كل مباراه وليها ظروفها اللي جواها يعني. انهي خط بالنسبه للاهلي ممكن يرجح كفته في المباراه؟ انهي خط برضو ممكن يكون في تشكيله نادي الزمالك او في طريقه لعب نادي الزمالك انت بتشوف انه ممكن يرجح كفه نادي الزمالك لو اللعيبه بتاعته فايقين؟ وجهه نظرك الفنيه ايه؟ انا اعتقد خط وسط الزمالك لو في حالاته، في افضل حالاته، اعتقد هيفرق كتير جدا جدا. خط وسط الزمالك لو مين اللي لعب في خط الوسط يا كابتن نادر؟ ما اعرفش بقى، هو أيا كان. ممكن عبد الله سعيد، ممكن دونجا، ممكن ناصر ماهر، مع زيزو، مع يعني. فانا شايف الحقيقه مع كونراد اللاعب البولندي الجديد، فانا شايف الحقيقه ان خط وسط الزمالك هو ممكن يكون السكواد بتاع النادي الاهلي في لعيبه كتير، انما سكواد الزمالك ممكن يكون لعيبه قليله، بس الكواليتي برضو بتاع لعيبه الزمالك كويس يعني، يقدر ان هو يتماشى مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي عنده كواليتي لعيبه كويسه برضو. انا بتكلم على ان ممكن يكون الزمالك، الاهلي عنده لعيبه وفره في اللعيبه اكتر شويه. الاهلي عنده وفره اكتر. اقوى خطوط الاهلي في رايك ايه من خلال متابعتك؟ خط الهجوم، اعتقد هو خط الهجوم هو ده الخط اللي ممكن يفرق معاهم، سواء كان وسام او حسين او بيرستاو او ايا كان الاضافات اللي هتكون موجوده مع في النادي الاهلي يعني. تمام. طيب حراسه المرمى، انا معايا حارس دولي كبير، تقييمك ايه للمستويات الاخيره سواء لمحمد الشناوي او محمد صبحي؟ محمد الشناوي اكيد يعني، اكيد يعني مفيش كلام عليه، من ماتش لماتش افضل، و في ثقة كبيرة جدا جدا في وجوده، واعتقد مارسي كولر يعني يثق فيه جدا على المستوى القيادة وعلى المستوى الفني. محمد صبحي اعتقد هو دلوقتي تحمل المسؤولية تماما، جوميز انا شايف ان هو بيعتمد عليه كحارس رقم واحد، فده المفروض ان هو يديله دوافع اكتر، ان هو
يأدي بشكل كويس، او ان هو يكون عنده ثقة كبيرة في الاداء بتاعه يعني. طيب عايز تمنياتك وتوقعاتك. والله ما فيش تمنيات يعني، انا شايف ان توقعاتي ان المباراة هتبقى مباراة قوية جدا جدا. انا شايف ان الكفتين متساويين 50 50. 50 50 تمام. انا شايف ان المباراة هتتحسم جوه المباراة يعني في الملعب يعني، مش هتتحسم قبل ولا بعد ولا حاجة، ظروف الماتش نفسه يعني وظروف الماتش هتفرق، وانما الفريق اللي مؤمن بنفسه ومؤمن وعنده ثقة في نفسه وفي امكانياته واللعيبه تثق في بعض، هو الفريق اللي هيكون اقوى نفسيا ومعنويا يعني. تمام، انا بشكرك يا كابتن نادر، شكرا جزيلا كابتن نادر السيد نجم الزمالك والاهلي السابق ومنتخبنا الوطني، وحديث عن مباراه القمه المرتقبه. بالمناسبه طلع النهارده كلام ان اللجنه الاولمبيه هي اللي رفضت ان احمد فتوح يسافر مع بعثه نادي الزمالك، والرفض جه من اللجنه، ونادي الزمالك كان بيرغب في اصطحاب اللاعب حتى على الصعيد المعنوي الصعيد النفسي وكلام من ده. حقيقه الكلام ده يا جماعه بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح، اصلا نادي الزمالك ما كانش حاطط احمد فتوح في القائمه، هو كان مجرد مقترح ان فتوح يا جماعه ايه رايكم بعد ما تم الافراج عنه ناخده معانا، برضو تفرق معاه نفسيا، يأزر الفرقه، يكون موجود، كلام من ده، مجرد اقتراح اتقال في نادي الزمالك. لكن لما جه التنفيذ ما كانش فتوح في حسابات سفر الزمالك، مش هيلعب كده كده، انا بتكلم يعني ان يكون ضمن البعثه كواحد زي الونش مثلا، زي الونش ما هو مسافر كده، واخد بالك؟ فاصلا نادي الزمالك لا حط اسم فتوح في السفر، ولا اللجنه الاولمبيه رفضت ولا الكلام ده خالص يعني، دي حقيقه الامر. واللاعب موجود هنا في القاهره عشان تم اعداد ليه برنامج تاهيلي عشان يكون جاهز خلال الفتره المقبله، فهو بيشتغل على الجانب ده بشكل كبير جدا، فده السبب الحقيقي وراء عدم سفر فتوح. اخر حاجه في الزمالك عشان البعض اللي ممكن يكون ناسي امكانيات لاعبي نادي الزمالك او مش واخد باله منها، فلما تيجي تتكلم على الفرقه نفسها فهتلاقي اسماء جامده جدا. انا متفهم قوي ان ممكن البعض من جماهير نادي الزمالك يكونوا قلقانين، لان في البعض الاخر متفائل بشده ومطمن، ودي بتختلف من شخص للتاني يعني. لكن لما تيجي تراجع كده اسماء نادي هتلاقي في كواليتي كويس في نادي الزمالك دلوقتي، بالتحديد بعد التدعيمات الاخيره، بالتحديد بعد التدعيمات الاخيره. في بعض الخطوط فيها اللعيبه ممكن تجيب احسن منهم، دي حقيقه، خط الدفاع تحديدا. طبعا لما تيجي، لكن لما تيجي تتكلم مثلا على محمد صبحي هو حارس دولي كبير، تيجي تتكلم على محمد شحاته نجم منتخب الاولمبي واحد مميز جدا جدا، تيجي تتكلم على عبد الله السعيد، لا عبد الله السعيد ده الواحد لما بيتفرج عليه كام ماتش اللي فاتوا نادي الزمالك لعيب كان عنده 28 سنه مش 38 ولا 39، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تيجي تتكلم عن ناصر ماهر ومهارات ناصر ماهر، ما دي اسماء تقيله. هتيجي تتكلم على زيزو، واحد من اهم اللاعبين في مصر، مش محتاج زيزو اي تقييم، مش محتاج زيزو اي كلام. تيجي تتكلم على واحد زي شيكابالا، لعيب حتى لو لعب 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه انت اكيد مستني منه حاجه في المباراه، ممكن في لحظه يخلص لك الدنيا، ممكن في لحظه يساهم بشكل او باخر في تعديل نتيجه، في تقدم لنادي الزمالك ايا كان. ده شيكابالا برضو. تيجي تتكلم على الجزيري في ماتشات القمه فهو دايما مؤثر، الجزيري في ماتشات القمه هو دايما مؤثر. تيجي تتكلم على واحد زي مصطفى شلبي، مصطفى شلبي عامل ماتش كان جامد قوي قدام النادي الاهلي، تفوق جدا على محمد هاني في مباراه القمه في نهائي كاس مصر في السعوديه. ففي اسماء، في اسماء، بخلاف كونراد، بخلاف عمر فرج، الناس دي بتتألق في التدريبات، بخلاف محمد حمدي. فاللي فاكر ان نادي الزمالك لا الفرقه، لا الفرقه تقيله، الفرقه تقيله. فده بخصوص نادي الزمالك واخر الاستعدادات. اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل بقى نطمن جماهير الاهلي على ايضا اخر استعدادات الفريق و كيف يستعد النادي الاهلي لمواجهه الجمعه المقبل، لان ربما يكون في حاله تفاؤل بنسبه اكبر عند النادي الاهلي، لكن ابدا ابدا ده مش مؤشر على النتيجه. فكلام كتير مهم جدا عن النادي الاهلي بعد الفاصل، استنوا لسه مكملين في الفاصل.
في النادي الاهلي، كيف يستعد النادي الاهلي لمباراه القمه يوم الجمعه المقبل في السوبر الافريقي؟ اولا خليني اعيد على حضراتكم القايمه اللي الاهلي يعني هيصاحبها في رحله السعوديه بعد غد، لان الاهلي مسافر يوم الاربع اللي كولر اختارهم. هم عباره عن 23 لاعب منهم 20 بس اللي هيكونوا متاحين لكولر. فقلت لحضراتكم امبارح القايمه، النهارده كل الناس برضو قالت نفس القايمه اللي ابتدينا بيها امبارح. شناوي، شوبير، محمد شناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اشرف داري، محمد هاني، عمر كمال، عبد الواحد، يحيى عطيه الله، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، وكوكا، حسين الشحات، وبيرسي تاو، رضا سليم، وسام ابو علي، كهربا، طاهر، محمد طاهر. دول ال20 المستقر عليهم بالاضافه لاكرم توفيق، دول ال20 الاقرب ل الكولر اللي هو تم الاستقرار عليهم يعني بخصوص هذه المباراه. الثلاثه اللي موجودين اللي هم فوق ال20 هو يوسف ايمن، عمر الساعي، حمزه علاء. في الغالب الثلاثه دول هم اللي خارج القايمه، قايمه ال20 الخاصه بالسوبر طبقا للائحه. خلاص طيب، الراجل كولر خد كل البطولات مع الاهلي، كل البطولات اللي شارك فيها مع الاهلي خدها وفاز بيها وجابها لجمهور النادي الاهلي ما عدا بطولتين. السوبر ليج اللي اتلعب وللاهلي خرج منه وصن داونز فاز بيه، البطوله المستحدثه تمام، والسوبر الافريقي اللي خسره الاهلي في بدايه الموسم الماضي امام اتحاد العاصمه الجزائري بهدف نظيف. بخلاف كاس العالم للانديه يعتبر هو جايب ميداليه برونزيه، يعني ده النتيجه اللي تعتبر طبيعيه رغم طموح الاهلي طبعا اكبر من كده بكتير يعني، بس يعتبر جاب ميداليه في بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه. لكن انا بتكلم على البطولات اللي من الطبيعي انها تكون في متناول النادي الاهلي، سوبر افريقي، السوبر ليج بالنظام الجديد اللي اتلعب او بالشكل او البطوله المستحدثه اللي اتلعبت في الموسم الماضي، الله اعلم مصيرها السنه دي ايه. دول البطولتين اللي كولر ما جابهمش. طيب هو ايه عايز ايه؟ هو عايز يكون فاز بكل بطوله مع النادي الاهلي. فالراجل عنده دافع اضافي، كولر، انا ما جبتش السوبر، انا السوبر ده خسرته السنه اللي فاتت، انا عايز اجيب السوبر لجمهور النادي الاهلي السنه دي. فشغال بمنتهى القوه على الجوانب الخططيه التكتيكيه، استراتيجيته في المباراه اللي هيلعب بيها، التشكيل، كل هذه الامور شغال عليها كولر على اكمل وجه. ممكن ناس كتير تتكلم على ان تشكيل الاهلي معروف وكلام من ده، لكن ما تتوقعش كولر ممكن تلاقي فجاه بكره، بقى تلاقي مفاجاه يوم الجمعه، ممكن تلاقي مفاجاه يوم الجمعه. فزي ما حصل مثلا في ماتش اللي كسبه نادي الزمالك 2-1 في الدوري، كان في مفاجات في التشكيل، بس ما كانش موفق كولر في هذه المباراه للامانه. بس اكيد ممكن يتعلم من اخطائه فيما يتعلق بالمفاجات وازاي تكون محسوبه، ولاي مدى ممكن اعمل مفاجاه تكون يعني ايجابيه بالنسبه لي ولا بلاش مجازفات، دي كلها حسابات عند المدربين. خلاص طيب، مدى جاهزيه اشرف داري لهذه المباراه؟ انا بقول لحضرتك اشرف داري جاهز مليون في الميه، جاهز مليون في الميه للمشاركة مع النادي الأهلي في مباراة القمة. طب مين الأقرب اللي يلعب؟ ياسر وربيعة. ربيعة حاجز مكانه ما شاء الله المستوى أكثر من رائع. ياسر موجود في التشكيل الأساسي إلا إذا قرر كولر إنه يعمل مفاجأة بإقحام أشرف داري في التشكيل. وبالمناسبة هي مش هتكون مفاجأة تكتيكية أو مفاجأة خططية، لأن هيبقى مركز بمركز، لكن بتتكلم على قيمة كبيرة، مدافع دولي كبير زي أشرف داري. هل ممكن يفكر كولر في كده؟ لو فكر في كده فاللاعب جاهز، ما عندوش أي مشكلة خالص، وهيكون موجود في القايمة مع الفرقة في الاحتياطي، يعني هو موجود في الاحتياطي لو ما شاركش أساسي، بس الأقرب ياسر عشان أأكد على حضراتكم. فأشرف داري جاهز. طيب يحيى عطية الله، الناس مبسوطة جدا جدا بالمردود اللي قدمه في الماتشين، الناس يعني متأكدين، أنا بتكلم على النادي الأهلي، مسؤولين، الجهاز الفني، في ثقة كبيرة جدا في هذا اللاعب، وبصراحة هو يستحق هذه الثقة لأن الأداء اللي قدمه كويس، هو أصلا خبرات كبيرة، نجم كبير، مستويات رائعة عملها مع الوداد المغربي، مع المنتخب المغربي في كأس العالم، لاعب جامد يعني. فبالتالي يحيى عطية الله طبعا أحد أهم عناصر الأهلي الأساسية في هذه المباراة. طيب كولر خلال الأيام الماضية كان بيعمل إيه؟ اجتماعات مكثفة جدا مع الجهاز المعاون في إطار مناقشة الاستعدادات، في إطار مناقشة الجوانب الخططية، هيشتغل إزاي التشكيل، هل يبقى فيه تعديلات، هل يبقى فيه أي تعليمات محددة،
هيشتغل ازاي على نادي الزمالك، نقاط القوه نقاط الضعف، فكل ده شغل شغال عليه كولر، واللي بيساعد كولر جدا في كده محللي الاداء اللي موجودين في الجهاز الفني للنادي الاهلي، اللي بيرصدوا كل كبيره وصغيره بالفيديو باللقطات عن نادي الزمالك وحاطينها قدام كولر، وهو صاحب القرار الاول والاخير بخصوص اي حاجه تتعلق بالجوانب الفنيه الخاصه بالمباراه. لكن تشكيل الاهلي هو الاقرب اللي معروف لحضراتكم، اللي لعب الماتش اللي فات. محمد الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، محمد هاني، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام ابو علي. ده التشكيل الاقرب. هتقولي طب فين اشرف داري؟ صفقه مهمه، خبرات، بتاع كلام من ده. لغايه دلوقتي انا بقول لحضرتك لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، الراجل عايز ربيعه وياسر هم اللي يلعبوا لان هم اكثر انسجاما، ومش عايز يعني ايه تكون اول مباراه لاشرف داري مباراه القمه يعني. رغم ان في نسب ان اشرف داري يشارك بشكل اساسي، بس النسب مش كبيره عشان اكون صريح معاك يعني. الاقرب ياسر ورامي. طيب بكره الفريق هيتمرن، لان هو الفريق النهارده راحه، هيتمرن الفريق بكره وهيتمرن يوم الاربع، تمام؟ من بكره الثلاث، يوم الاربع هيتمرن الساعه 9 الصبح، بعد كده يطلع على الغداء الساعه 1 في النادي، بعد كده على طول على المطار، طياره تسافر الساعه 4. الاقلاع الساعه 4 باذن الله تعالى، يوصلوا بألف مليون سلام. في حظر اعلامي طبعا على اللاعبين، ده امر مفروغ منه، على الرغم ان البعض من جماهير النادي الاهلي النهارده كان عندهم عدد من الملاحظات، ومش النهارده بس، في الحقيقه على مدار الايام الماضيه موضوع السوشيال ميديا وكلام من ده. النهارده مثلا في بعض اللاعبين نزلوا صور الاحتفال ببطوله الدوري اللي هو كان اول امبارح، تمام؟ فده خلى في نوع من انواع، مش عايز اقول تشاؤم على قد ما هو قلق عند جماهير النادي الاهلي. الله، هي اللعيبه ما خرجتش من الاجواء الاحتفاليه ولا ايه؟ يعني النهارده حسين الشحات تقريبا منزل صور على انستجرام مع عائلته في استاد القاهره وماسكين الدوري وكلام من ده. طبعا كل لعيب حقه يفرح، كل لعيب جاب بطوله حقه يفرح، بس التوقيت امتى؟ التوقيت امتى؟ خصوصا ان كان الاحتفال اول امبارح، فده خلى في قلق شويه عند جمهور النادي الاهلي، في قلق نسبي عند جمهور النادي الاهلي بسبب السوشيال ميديا. لكن في حظر اعلامي، ده امر مؤكد، اي حد هيكسر الحظر ده اكيد في عقوبات كبيره جدا. وانا بشوف ان ده خبر يعتبر يعني ايه بيتقال قبل كل مباريات قمه، لانه خبر طبيعي ومنطقي يعني. لكن دايما انت كواحد عضو في الجهاز الفني، مدير كوره، مدير فني، بتعيد التاكيد على جزئيه زي دي على اللاعبين يعني، لان ده امر غايه في الاهميه يعني. رئيس البعثه استاذ محمد الغزاوي، النهارده الاهلي اعلن بشكل رسمي زي ما قلنا لحضراتكم الاسبوع الماضي ان الاستاذ محمد الغزاوي هو اللي هيرأس بعثه النادي الاهلي في هذه المباراه، بخلاف ان تقريبا كل اعضاء مجلس الاداره مسافرين. هتقول لي طب والكابتن محمود الخطيب؟ هقول لك، قلت لك امبارح ان الكابتن محمود الخطيب قرر عدم السفر في هذه الرحله، سواء مع البعثه او بعد حتى وصول البعثه، لو هو عايز يسافر يوم المباراه مثلا او كام من ده. الكابتن محمود الخطيب مش مسافر حتى هذه اللحظه طبقا لمعلوماتنا. فيما عدا ذلك تقريبا ممكن تلاقي كل اعضاء مجلس الاداره موجودين هناك في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. هي ميزه كمان في الماتش يا جماعه، للامانه الشديده هتشوف ماتش بامكانيات كبيره عند الفرقتين، باجواء جماهيريه معروفه جدا جدا جدا، الجاليه المصريه هناك في السعوديه ما شاء الله محدث ولا حرج، اهلاويه قد ايه وزملكاويه قد ايه، فهتلاقي النص بتاع الاهلي مليان على اخره، الجزء بتاع الزمالك مليان على اخره، الدنيا اجواء كلها كوره ممتعه، الملعب على افضل ما يكون، المملكه ارينا على افضل ما يكون، كل التفاصيل، كل الاستعدادات، كل التجهيزات، حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، في انتظار ان احنا نتمتع فنيا بالكوره، بحلاوه الماتش. مين بقى يكسب مين يخسر ما تفرقش، الاهلي كسبان الف مليون مبروك، الزمالك كسبان الف مليون مبروك، وهارد لك للخاسر، مش نهايه المطاف. بطوله مهمه، الجمهور هيزعل شويه اللي هيخسر، بس مهما كان مين اللي هيخسر في الماتش ده، فتاريخ كل واحد فيهم كبير جدا 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 جدا. لكن هتبقى هذه المباراه هي مباراه ذو طابع خاص ومذاق خاص ومتعه خاصه وكل حاجه.
اتمنى ان احنا نشوف ماتش كبير في الملعب باذن الله تعالى باجواء جماهيريه اكثر من رائعه. اهم شيء الروح الرياضيه بين اللاعبين. طيب بصوا يا جماعه، عشان احنا كنا اتكلمنا في موضوع فتوح، هرجع لجزئيه فتوح تاني، لان في توضيح من اللجنه الاولمبيه. تمام، الزمالك بعت قائمه للجنه الاولمبيه عشان ياخد اعتماد او ياخد الموافقه من اللجنه الاولمبيه والوزاره طبعا، فكان بعت القائمه. تمام، فبالتالي حصل تحفظ من اللجنه الاولمبيه على وجود اسم احمد فتوح. ده توضيح دلوقتي جالنا حالا من اللجنه الاولمبيه. فالزمالك بعت القائمه خاليه من احمد فتوح. خلاص، اذا كان نادي الزمالك طبقا للتعديل الاخير اللي جالنا دلوقتي في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم من مصدر داخل اللجنه الاولمبيه. تمام، ده مصادر داخل اللجنه الاولمبيه بالظبط في اللحظات اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، قالوا لنا ان في قائمه الاول جت فيها اسم احمد فتوح فاحنا تحفظنا، فنادي الزمالك بعت قائمه ثانيه ما فيهاش اسم احمد فتوح. ده تعديل مهم جدا جدا، طالما في توضيح من اللجنه الاولمبيه، لان احنا برضو قلنا المعلومه ان الزمالك ما بعتش القائمه فيها احمد فتوح، لا هو بالفعل ما بعتش القائمه فيها احمد فتوح، بس دي المره الثانيه، المره الاولى كان احمد فتوح موجود في القائمه وتم التحفظ من قبل اللجنه الاولمبيه، ده طبقا للي اتقال لنا في اللحظات دي بالظبط وانا بتكلم مع حضراتكم. معانا مداخله يا جماعه ولا؟ طيب، ده بخصوص النادي الاهلي. حكم السوبر الافريقي معتز ابراهيم الشلماني الحكم الليبي، وحكم ناس كتير جدا بتتكلم ملاش حكم عربي في مباراه حساسه زي دي، كان المفروض يجيبوا حكم افريقي، يعني من مش من شمال افريقيا، يبقى من وسط او جنوب القاره، من حكام اصحاب البشره السمراء، عشان اكيد حساسيه مباريات الاهلي والزمالك معروفه للجميع، لكن في نفس الوقت الحكم العربي في كتير جدا في الدول العربيه اهلاويه وزملكاويه. ما بنقولش مين اهلاوي ومين زملكاوي او ما نعرفش، الله اعلم، لكن في كل الاحوال في تخوف نوعا ما بالمناسبه سواء في الزمالك او في الاهلي، سواء في الزمالك او في الاهلي بخصوص معتز الشلماني. بالمناسبه كاف لسه ما اعلنش حد دلوقتي بشكل رسمي، كلها اجتهادات وكلها طبقا لمصادر وكلام من ده، يعني الاخبار بتتقال، لكن لحد دلوقتي الرسمي لم يتم الاعلان عنه بشكل نهائي من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم مين هو حكم هذه المباراه. لكن انا دايما ببقى عارف او كلنا عارفين ان قبل اي ماتش ممكن الاهلي يتحفظ، ممكن الزمالك يتحفظ، حتى لو مش ماتش قمه، ياما حصل من الجانبين في الحقيقه. لكن الاهم ان شاء الله باذن الله لو هو الحكم بشكل نهائي معتز الشلماني، يعني الحكم الليبي، نتمنى له يا رب كل التوفيق في اداره مباراه بهذا الحجم، مباراة القمة في السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك. نتمنى طبعا التوفيق للحكم الليبي. ومعنا برضو كابتن توفيق السيد الحكم الدولي السابق. كابتن توفيق أهلا وسهلا بيك. يا أستاذ أمير يا حبيبي، إزاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ خليك. أنا كله زي الفل. الدنيا كويسة؟ الدنيا زي الفل يا رب دايما. رأيك إيه فكرة تعيين الليبي معتز الشلماني؟ يعني انا يعني خليني اقول بصراحه شديده، انا بشوف ان المباراه اكبر من معتز الشلماني. اكبر؟ اه طبعا. اه ليه بقى؟ لان انا خلي بالك انا عندي برضو مباراه كبيره جدا جدا جدا، النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر فرقتين في القاره، مش كده برضو؟ طبعا. مباراة بتقام في اجواء كبيره جدا، يعني انت بتتكلم الملعب مقسوم نصين، هنا في 25000 وهنا في يعني في حوالي 50 60000 في الملعب، واخد بال حضرتك؟ انا ما اعتقدش ان خبرات معتز الشلماني تكون مناسبه في هذه المباراه. انا كنت اتمنى يكون حكم من الحكام اللي عندها خبرات كبيره، زي جان جاك نادال اللي هو حكم مباراه الاهلي وجورماهي الكين ده مثلا. يعني انا بدي مثل بسيط جدا، او في دحام بدة اللي هو حكم المباراه النهائيه في امم افريقيا تقريبا، وعندي السنغالي عيسى سي. يعني انا عندي حكام عندها خبرات يا جماعه كبيره. هرجع تاني اقول لك حاجه مهمه جدا جدا جدا، ليه مش طاقم تحكيم مصري؟ صعبه دي يا كابتن. ليه صعبه؟ ليه؟
النهارده ما هو خلي معلش بالك. برضو احنا في الدوري ساعات بنلعب بالاجانب اصلا يا كابتن توفيق. لا لا بص دي تختلف، ما هنا كده كنت عايز اوريك الفرق يا اميره. هقول لك على حاجه مهمه، اتفضل. انت هتشوف لما الحكام المصريين بيلعبوا تحت مظله كاف هتشوف مدى التزام اللاعبين، وانت برضه هتلاقي التزام اللاعبين خلي بالك في مباراه السوبر. ليه؟ ايا كان مين الحكم، لان اللعيبه عارفه والاجهزه عارفه والانديه عارفه ان الكاف صارم جدا 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 في اتخاذ قرارات الخروج عن النص ضد الحكام. ايوه بس الكاف مثلا لو في فريق تونسي هيلعب، ما مش هيجيب لا فريق تونسي سوري لا حكم تونسي ولا حكم مصري، فهو يمكن ده مبدا الكاف ان مباراه فيها فرقتين من مصر بس فرقتين فما مصريين جيبش حكم مصري ايا لا كان، يعني هو يعني ممكن يكون انا ده عايز المبدا اقول ايه، عند انا عايز الاتحاد لا الافريقي، هو او حتى لو فرقتين من تونس وما جيبش حكم تونسي مثلا يعني. بص انا مش مختلف مع حضرتك، ولكن انا بقول لك وجهه نظري انا. ليه ما اللي انت كانش كنت حكم؟ بتتمناه يعني. اتمناه طبعا حكم بقيمه امين عمر، احط معاه محمود ابو الرجال محمد حسام طه، واحط على الفيديو محمود عاشور ومحمد عادل، واحط البنا حكم رابع. مباراه رائعه، جبت 15 حكم دولي مصري بيديروا المباراه، والاتحاد الافريقي قوي جدا جدا جدا، ولجنه حكامه قويه جدا ومسابقاته قويه جدا جدا، كنت هتلاقي المباراه خرجت بشكل كويس جدا. لكن احنا النهارده بديك حضرتك اكيد متابع، وطبعا وانا متابع اعتراضات كبيره جدا جدا، اولا من نادي الزمالك ومن النادي الاهلي والجماهير اللي على السوشيال ميديا، في تخوف كبير من ولو كان الحكم المصري هو اللي موجود ايا كان اسمه ما كانش هيبقى فيه اعتراضات من الفرقتين؟ بص صدقني صدقني لو انت طرحت اسم امين عمر تحديدا، انا بقول لك اهو تحديدا، كان هيكون في التزام كبير جدا جدا من الفرقتين وتقبل. وهو خلي بالك انا برضو مش منتقص من قدر معتز الشمال. الزمالك قبل كده تحفظ على بعض القرارات لامين عمر، النادي الاهلي قبل كده تحفظ على بعض قرارات لامين عمر، مع ماشي كامل طبعا تقديري واحترامي، هو حكم احنا كبير جدا بنتحفظ على القرارات، لكن في النهايه انت بتتكلم في حكم مرشح رقم واحد لكاس العالم، واخد بالك انت، حكم من حكام النخبه، حكم المحترف في افريقيا، بتتكلم على طاقم تحكيم مرشح كله لكاس العالم، واخد بال حضرتك. والكاف هنا كان يقدر يعمل الحته دي كويس جدا، لكن بما ان الكاف اختار معتز الشلماني انا قلت بقول وجهه نظري الفنيه، لكن معتز من هو لسه ما علمش رسمي، خلي بالك يا كابتن. انا عارف انا عارف، انا بشوف ان لما ما علموش رسمي اعتقد معتز حكم امين، عشان برضه ونادي امين، عشان طب برضه دي اهم طبعا شيء. دي اهم شيء، عشان خاطر احنا بنتكلم الناس بتعرف السوشيال ميديا وهنا وهنا والزمالك والاهلي والمش عارف مين بيتكلم، لا حكم محترم حكم امين، ولكن انا بختلف مع الكاف في اختيار المباراه الكبيره. تمام، انت اكيد لك علاقات كتير بحكام عرب كتير يا كابتن توفيق، اكيد اكيد في منهم اهلاويه وزملكاويه مظبوط؟ اكيد بيحبوا الاهلي بيحبوا الزمالك اكيد. تعرف حكام سابقين اهلاويه وزملكاويه؟ لا لا بجد. فبالتالي ربما يكون راجل ليه انتماء، فعشان كده البعض. لا لا مفيش حكم، بص هقول لحضرتك على حاجه، خلي بالك واحنا هقول لحضرتك حاجه مش هنروح بعيد. واحنا صغيرين واحنا بنتفرج طلعنا على 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 كجمهور كره القدم، في ناس مننا بتحب النادي الاهلي وفي ناس بتحب النادي الزمالك، اكبر شعبيه في مصر، خلينا نتفق على كده طبعا، واللي من بورسعيد هيحبوا النادي المصري واللي من اسكندريه هيحبوا، هل دول هل احنا لما نيجي نحكم مباراه هيبقى انتمائنا لا 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 طبعا لا طبعا لا طبعا انتمائنا لنفسنا. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن توفيق، يعني مثلا مباراه الاهلي والزمالك في نهائي القرن اللي هو في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فاز فيها الاهلي 2-1 كان حكم عربي برضو مصطفى غربال. كان مصطفى غربال. ايه الفكره، ايه الحكمه في كده، او ايه يعني التفكير بتاعي، عايز ادخل داخل تفكير الاتحاد الافريقي، ليه بجيب دايما حكم عربي لمباريات زي دي مثلا؟ ليه ما اروحش هي مش مقصودة أو مش متعمدة؟ مقصود. أو لا مش مقصودة، هو صدفة مباراتين، مصطفى غربال طبعا الحكم الجزائري الكبير أدار المباراة، لو احنا فاكرين أدار المباراة بشكل أنا فاهم، بس طالما فرقتين منطقة واحدة تلاقيه راح جاب لك من نفس المنطقة، هما بيضطربوا المناطق يعني. أنا أتمنى المباراة دي تحديدا حكم من شمال أفريقيا يحكمها، لأن حكام شمال أفريقيا بيبقى برضو عليهم ضغوط برضو عرب ونفس اللغه والكلام ده كله، فده بيسبب ضغوط على الحكم يعني، طبعا. يعني انت كالحكم بيتكلم فرنسي بيتكلم انجليش بيتكلم في حاجات في بيتكلم بلغه برتغالي اللي هي مثلا من انجولا او من في احيانا ممكن في بعض الكلمات ما يفهمهاش كاعتراضات او حاجه او الكلام ده كله. مفهوم. انا بشوف ان كان عندنا خيارات كثيره جدا جدا جدا، لكن انا بشوف الاتحاد الافريقي اختياره ما كانش مناسب، وبرضه لو اعلن عنه رسمي يعني. بقرر كلامي تاني، معتز حكم امين وحكم نزيه، ولكن على المستوى الفني اشوف ان المباراه يمكن تكون اكبر منه الحقيقه. ممكن تكون اكبر منه. طب انا عايز استغل الفرصه ان انت معانا كابتن توفيق واسالك على القائمه الدوليه. تمام. رايحين على فين؟ ابراهيم نور الدين خرج، محمد عادل موقفه مش واضح،
محمود بسيوني ممكن يدخل مكان حد فيهم، ولا القصة ماشية ازاي؟ مظبوط كلام حضرتك مظبوط. احنا الحاجه الوحيده الحد الوحيد اللي خارج مؤكد هو ابراهيم نور الدين، طبعا احنا اعتقد قدامنا بنسبه القائمة الدولية قدامنا على الشاشة دي. بالظبط اللي هو معلش يا كابتن اسمح لي، ابراهيم نور الدين، امين عمر، محمد عادل، محمود البنا، احمد الغندور، محمد معروف، محمود ناجي. اتفضل يا مظبوط. كابتن. انا هنا بشوف ابراهيم هيخرج هيخش بداله بنسبه 100% محمود بسيوني 100%. ليه 100%؟ 100% 100%. خلينا نتفق ليه ليه، ليه لان بقى؟ محمود بسيوني الحقيقه كان موجود في القائمه الدوليه قبل كده ايام الكابتن عصام عبد الفتاح، ويمكن خرج منها لبعض الاسباب، لكن الحقيقه خلينا نتفق على ان محمود بسيوني خلال الموسمين الاخرين عامل مباريات، عامل موسمين رائعين بامان، تمام. يعني سواء حكم في الملعب او سواء على تقنيه الفيديو، حكم من الحكام اللي ما بتسمع لها الصوت الحقيقه. يعني مفهوم. يعني انا يعني يمكن اشتغلت في لجنه الحكام سنتين سنه، ما اعتقدش كانت ان سنة محمود جميلة قوي. ها الحمد لله والله. اعتقد ان محمود بسيوني ما كلمنيش فيها ولا مره، لكن انا بقول لك بامانه شديده هو يستحق دخول القائمه الدوليه بدلا من ابراهيم. لكن انا بشوف ان وجود محمد عادل وانك انت ترشح وتحط محمد عادل في القائمه ده فرض، بقول لك اهو فرض. طبعا خلي بالك احنا لازم نكبر حكامنا. اولا الفيفا ما فيش معايير للسن، خلاص محمد عادل الفيفا مش هتعترض، مش هتعترض، لو الفيفا بقى اعترض ده كلام يرجع حاجة لهم تانية. هم، اوكي دي حاجه تانية. لكن انا لازم انا بقول لحضرتك لزاما على محمود لجنه بسيوني على الحكام الشاشة. والاتحاد المصري ان انت تحط محمد عادل في القائمه. طبعا لازم احط محمد لان عادل هو من افضل الحكام في الحقيقة طبعا، يا يعني فندم اكبر حكام وهيجي له بطولات كبيره. احنا اكيد النهارده مش عايزين نغلط الغلطات، كان بعض الرؤساء اللجان الموجودين الاجانب كانوا عايزين يشيلوا طارق سامي وعايزين يشيلوا محمد حسن، ودلوقتي هم بيلعبوا في كاس العالم للكره الخماسيه الصالات. نفس الشيء كانوا عايزين يشيلوا محمود عاشور، الراجل راح اولمبياد مرتين. نفس الشيء محمد عادل الموسم اللي فات برضه كان فيه برضه بعض الكلام ده كله، الراجل لعب احسن بطوله افريقيه يمكن في حياته. اوكي. فبالتالي الراجل مرشح لحاجات كثيره جدا. ليه يا جماعه احنا بنعمل خناقات ليه من لا شيء؟ ليه بنحط الحكام الكبار ده؟ انا الحكام الكبار بتوعي دول لازم احترمهم، لازم اكبرهم، لازم احافظ عليهم. طيب انت كان عندك تجربه مريره يعني مع بريرا كان رئيس لجنة الحكام، ومع كلاتنبرج مع ومع الاثنين الحقيقة. كلاتنبرج. رأيك ايه في الاتجاه اللي بيفكر فيه الاتحاد دلوقتي ان يكون في برضه حكم اجنبي سابق او خبير هو اللي يقود لجنة الحكام في الاتحاد؟ هو احنا ما بنتعلمش يا استاذ ما امين؟ بنتعلمش. لا ما بنتعلمش. انت النهارده الدوريات في العالم كلها بدأت حضرتك ولا ما بدأتش؟ بدأت طبعا. اذا انا لو جبت حد دلوقتي فهو قاعد مستني، قاعد في مكان، قاعد في بيتهم، يا اما قاعد على القهوه زي كده مثلا لما نادي يروح يجيب صفقه دلوقتي مش وهو كده اصلا. برضو؟ فهمت قصدك. فبالتالي يا جماعه الموضوع عمره ما يمشي بالطريقه دي. انا النهارده عجبني جدا مناشده الكابتن جمال الغندور للسيد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي، اللي بنتدى له كل احترامه وتقديره، هو حاسس بالرياضيين وحاطط بالرياضه. ان النهارده كابتن جمال عامل بوست جميل جدا 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 كابتن جمال غندور، وانا متضامن مع الكابتن جمال. جماعه احنا عندنا خبرات كبيره جدا جدا يا امير، عندنا خبرات كبيره جدا جدا في التحكيم، عندنا خبرات كبيره جدا 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 في كل المجالات. احنا امتى هند فرصه للشباب بتوع هم، وحتى اللي بيخرج من لجنه الحكام او بيخرج من الحكام بيبقى 45 سنه. النهارده لما تيجي تتكلم على سمير عثمان ولا ياسر عبد الرؤوف ولا محمد فاروق، ولا طبعا قبل منهم طبعا استاذنا الكبير الكابتن جمال غندور، انت بتتكلم في سمير وياسر عبد الرؤوف حاجه و50 سنه، ما بقوش شباب. طب الناس دي هتاخد فرص امتى؟ واحنا اجانب 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 اجانب، عشان في بعض الانديه تقول لك لا اصل الاجانب. طب الاجانب يا جماعه كانوا موجودين على مدار سنتين، هل انتوا شفتوا تطوير ده 14 16 نادي ولا 15 نادي من 18 قدموا شكاوي بدل المره 3 في وجود الاجانب؟ وفي وجود للامانه برضو في وجود المصريين، يعني ايام الكابتن عصام عبد الفتاح تقريبا كانوا 18 نادي منهم 17 راحوا اشتكوا الكابتن عصام عبد الفتاح. عايز اقول لحضرتك على حاجه بس هتيجي تقارن، ما هتيجي تقارن عصام، مع احترام والله بكلمك بقى، لا ما بقولش حاجه، ما فيش مقارنه بين احترام وتقدير ليه. انا الشيء بالشيء يذكر يا كابتن توفيق، انت بتقول ايه في انديه اشتكت؟ انا بقول لك ايام الكابتن عصام الفتاح حصل تقريبا 17 نادي من اصل 18. هو افضل من اشتغل التحكيم المصري، افضل. طبعا. اوكي. عصام عبد الفتاح افضل من اشتغل التحكيم المصري، بقول لك بكل امان. اشمعنى؟ اشمعنى ليه؟ الراجل قعد 7 سنين في لجنه الحكام، الحكام دي كانت على كل، كانت في كل حاجه بيرفكت، قانون، لياقه، كذا، كل حاجه، لان الراجل كان بيشتغل، الراجل بيشتغل من الساعه 9 الصبح ل 9 بالليل، ملاعب ومحاضرات وتحليلات،
لا كان بيشتغل عصام بامانه شديده. لكن خلينا نتفق على حاجه مهمه وحضرتك اكيد عارف وكل الناس وكل الساده المشاهدين عارفين، احنا جبنا مارك مع احترامي وتقديري، وانا يمكن اتكلمت مع حضرتك مرة قلت مارك الراجل عنده شخصيه لكنه ما كانش متفرج، لو كان متفرج كان ممكن يبقى ليه وضع تاني او شان تاني. وبريرا؟ لا بريرا الحقيقه كان بعيد جدا بعيد جدا. طب ايه رايك في هوارد ويب الحكم الانجليزي الشهير اللي ادار بالمناسبه مباراه مصر والبرازيل في كاس القارات، واللي حسب على المحمدي ضربه جزاء صحيحه بس بعد تقريبا ما كان رجع للفار اللي ما كانش موجود، يعني ما كانش فيه فار. انا عارف اقول لك الفار اللي ما كانش موجود. طبعا في اقاويل بتقول في حد كان بيتكلم على ستيوارت برضه، في حد اسمه ستيوارت كان ده مشتغل في الاتحاد الاماراتي اعتقد والاتحاد الاماراتي استغنى عنه. لكن حضرتك هوارد اعتقد انه بيشتغل في الاتحاد الانجليزي اعتقد كده. يعني عندي معلومه ان هو بيشتغل في لو جه يعني يبقى كويس. ما هو اصل جه كويس دي مين اللي يقيمها؟ احنا وضعنا صعب جدا جدا يا امير صدقني. احنا لازم حد من جوه البلد، اصل خلي بالك انت لما تجيب مدير فني، المدير الفني في النهايه بتتعامل مع 30 40 لعيب. مفهوم مفهوم مفهوم. انت جاي بتتكلم على اكثر من 5 6000 حكم بتتعامل معاهم وعندك مسابقات مثلا حوالي 60 70 مسابقه. فاهم يعني يا جماعه لازم يكون حد من جوه، واحنا عندنا خبراء كتير جدا بجد. نتمنى يا رب كل التوفيق في الاختيار الانسب او القرار الانسب. كابتن توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك. الحكم الدولي السابق كابتن توفيق السيد كان معنا في مداخله مهمه جدا. على الجانب الاخر معايا الكابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق. يا كابتن اسامه اهلا بيك. السلام يا امير والساده المشاهدين. ازيك يا كابتن كله كويس؟ بعد اذنك كابتن بس يعني ايه حاول تتحرك شويه بالتليفون عشان الصوت بيقطع. حاضر حاضر. ايوه كده كويس زي الفل جميل جدا. ماشي اخبارك ماشي. الدنيا تمام؟ تمام الله يخليك يا رب دايما. مباراه القمه الكل مترقب هذه المباراه، بتشوف ازاي الماتش ده؟ المعطيات في رايك، هل انت كاهلاوي مطمن بالنسبه لامكانيات الاهلي للتشكيل للاستقرار الفني قبل مواجهه الزمالك الصعبه جدا يوم الجمعه؟ هو ما فيش شك انه مباراه صعبه للفريقين كعاده مباريات اهلي وزمالك، لان بيبقى فيها ضغوط نفسيه كمان غير النواحي الفنيه. فعشان كده تملي اللي عنده ضغوط نفسيه. طبعا بتبقى في ضغوط طبعا. ماتشات اهلي وزمالك ماتشات مهمه جدا وده ماتش على لقب وعلى بطوله. فبيبقى في ضغوط، في لعيبه بتقدر تستحمل الماتشات دي وفي لعيبه بتبقى مهزوزه في الماتشات دي. فلذلك اللي عنده ثقه في نفسه واللي عنده هدوء وعنده استقرار بتفرق كتير جدا. فهي المباراه صعبه للفرقتين. الاثنين تاريخهم كبير، بطولاتهم كتيره، كسبناهم كتير وهم كسبونا ايضا، وصوالات وجولات كتيره على مدار التاريخ يعني طبعا. لكن من الوجهه الفنيه ما فيش شك ان الاهلي في السنتين الاخرين اكثر استقرارا، اكثر عدد لعيبه افراد دوليين، اكثر نادي واخد بطولات في المرحله الاخيره. نادي الزمالك بيمر شويه بمرحله تغييرات وتعديلات في التشكيل وفي الصفقات وكده. النادي الاهلي مستقر اكثر. النادي الاهلي سريعا عوض الغيابات اللي حصلت معاه الموسم اللي فات، سواء من واحد زي محمد عبد المنعم مثلا مشي مؤثر جدا طبعا فاستخدمه اشرف داري. بس انا مش بتكلم على ماتش بكره، بتكلم بصفه عامه يعني. علي معلول طاب رغم كريم فؤاد ادى بشكل كويس جدا بس اتصاب برضه، وعمر كمال بس اتصاب. جابوا على طول يحيى عزاز الله باك دولي وباك بيلعب رجله الشمال وعنده ثقه، وشفنا الماتش الاخير او ماتشين جورماهيا يعني. الماتش الاولاني كان متحفظ شويه في الدفاع لانه كان اول ماتش، الماتش اللي فات ابتدى في النواحي الهجوميه كمان بالجونين يعني اسيستين منه. فلعيب دولي ولعيب مهم. عوض الغيابات اللي هي اللي كانت ممكن تبقى مؤثره. استقرار في التشكيل تقريبا، انا بتكلم في المرحله الاخيره كمان، يمكن السنه اللي فاتت كان في روتيشن كتير لان الماتشات كانت مضغوطه، لكن واضح من التشكيل بتاع جورمايا في الماتشين ان تقريبا الشكل ده هو اللي ثابت في الفرقه، فمعظمهم يعني كويس. التشكيل ده هو الاقرب يا كابتن اسامه في رايك؟ ما اصل الاقرب ولا الانسب في رايك انت؟ ما هو الاقرب والانسب. بص تمام اوكي اتفضل يا امير اتفضل. خلينا نتكلم حسابات منطقيه. ما انا بادئ موسم
انا بادئ موسم صح ومدي راحه لفرقتي وجهزتهم في ماتشين اكيد ماتشات وديه ثم ماتشين جروماه يكين هاجي بقى فجاه مثلا هروح مغير مثلا 4-5 في التشكيل مثلا او 6 مش ممكن لا بس ممكن اغير واحد او 2 على فكره في الفرقتين ما بتكلمش على الاهلي بقى مفهوم. حتى الزمالك حتى الزمالك هتلاقيه بنسبه 95% هو تشكيل اللعب ماتشين بتوع حتى الزمالك حتى الشرطة. الزمالك طب طبعا في ظل وجود صفقات كتير جديده كتيره او في ظل حتى قلق جمهور الزمالك بتشوف ان لازم صفقات ما اقدرش ادخل انا 4-5 صفقات ولا 6 مره واحده في ماتش مش متعودين عليه زي ماتش الاهلي وزمالك تمام مش صعب جدا فاكيد الشكل بتاع النادي الاهلي اللي هو الاخير في ماتشين جرومايا هو اللي هيلعب واذا حصل أيوة. مفاجاه اذا حصل مفاجاه فممكن تبقى في عنصر لكن هو في الغالب هو ده التشكيل اللي هيلعب لو يعني. المفاجاه حصلت ممكن تكون مين العنصر ده في رايك مين 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 انت عندك قدام بيرسي تاو وسام وشحات ما اعتقدش فيها تغيير اوكي نص الملعب نص الملعب امام و واكرم ومروان اعتقد هم اللي هيبقوا اساسيين ولا قفشه مكان امام يا كابتن قفشه مكان امام لا مش هيبتدي مكان امام رغم ان قفشه طبعا لعيب كبير ولعيب مهم ولعيب البعض طرح الفكره دي لان امام مستواه متراجع شويه على اخر ماتشين يعني لعبهم دول ما كانش قادر بص كل حاجه وارد بس انا اقول لك بنسبه 90% هم دول او 85% نفس الثلاثه دولت ورايح اعتذر الله زي ما هو رامي زي ما هو الشناوي زي ما هو ياسر رغم انه لسه راجع ياسر طبعا قبل الاصابه كان في حاله طبعا. جيده طبعا. جدا طبعا. جدا جدا لسه بيستعيد مستواه هاني زي ما هو يعني ما اعتقدش ياسر موجود ما اعتقدش هيحصل يعني تمام الله اعلم بس انا بقول لك بنسبه حتى لو حصلت مش هتبقى في اكتر من لاعب يعني لو حضرتك مكان كولر مش هتغير لا مش هغير مش هغير ليه تمام اصل اغير مفيش سبب خلي بالك بص يا امير هو مش معنى في الكوره ان انا في ساعات نسمع نقول لك ايه ده عايز يعمل مثلا مفاجآت ده عايز يعمل مش عارف ايه هو الكوره في الدنيا كلها ما اللعيبه بتبقى معروفه واللعيبه لكن مين اللي اجهز ومين اللي متناغم مع بعض ومين اللي متناغم مع بعض ومين اللي ماشي حالته ومين اللي فعادي جدا مع كل ريال مدريد ما يجي لاعب برشلونه عارفين الفريقين عارفين بعض صح او لما صح يجي مانشستر سيتي بيلعب ليفربول ما هو عارفين بعض وعارفين مين فيعني مش طيب انا اتطور إيه كده يعني إيه اصل انت مش اصل انت كمان مش مضغوط يا امير يعني انت عارف انت لو احنا زي الفتره اللي هي بتاعه الماتشات كانت كل يومين ثلاثه كل يومين ثلاثه كل يومين ثلاثه فهمتك كان ممكن يبقى فيه هتقول ممكن يحصل 3-4 تغييرات بس انت جاي من راحه ولسه لاعب ماتشين على مدار اسبوعين ولسه انت لاعب لسه يوم الجمعه هيكون فات اسبوع على ماتش الاخير بتاع طيب كابتن اسامه او الزمالك برضه على فكره فهم. الزمالك برضه طب كابتن اسامه بتقيم فرقه نادي الزمالك ازاي طبقا للماتشين اللي حضرتك اكيد اتفرجت عليهم بتوع شورتا كيني بص هو الزمالك مع احترامي الكامل ليه هو الزمالك فرقه كبيره طبعا. فرقه عريقه طبعا. وفرقه ليها ثورات وجولات في افريقيا وبطولات عربيه وكده لكن ما فيش شك ان هو بيمر بمرحله تغيير وعايز يعني اللي هي البحث عن الاستقرار وبعض المراكز المؤثره وبعض عندهم مشاكل في بعض الاماكن ما فيش شك في كده لسه ما وصلوش لاحسن حاله مفروض عليها يكون نادي الزمالك دي هو بقولها من وجهه نظر فنيه مفهوم. بعيدا عن انتمائي للنادي الاهلي يعني ايه اللي لو عمله جوميز ممكن يصعب الماتش اكتر ما هو صعب على كولر ايه التعديله اللي جوميز لو عملها مثلا ممكن تصعب الماتش اكتر على النادي الاهلي لو لاعب محمد شحاته جنب دونجا في نص الملعب ولاعب اي باك رايت تاني دي ممكن دي تصعب اصلك انت ماتشات الاهلي والزمالك لازم بيبقى فيها كميات جري كتيره فيها احتكاكات كتيره فيها وقفات كتيره دفاعيه فيها وقفات دي وجهه نظري لكن لما الملعب بيبقى مفتوح سواء هنا او هنا بتبقى في مشاكل طبعا عايز تبقى موفق جدا يعني اخيرا توقعاتك للمباراه او نسب فوز فريق على حساب الاخر من وجهه نظر كابتن اسامه عرابي
بص يعني بعيدا عن انتمائي طبعا اهلي، واتمنى الاهلي يكسب زي ما جماهير الزمالك او لعيبه الزمالك او جايز يكسب، لكن انا بتكلم من وجهه نظر فنيه، اعتقد الاهلي اقرب بنسبه 70 ل 30%. 70 30 الا بقى يعني الكره فيها كره القدم فيها كل طبعا. حاجه ظروف المباراه كلام من ظروف المباراه وحاله اللعيبه يوم المباراه والكميات الجري اللي هتحصل والاصرار وحاجات كتيره بقى، والتوفيق على فكره برضو ده طبعًا نقطه طبعًا مهمه طبعًا جدا، نقطه مهمه جدًا. احيانا فرقه بتبقى احسن من فرقه وبيحصل ان فرقه تكسب، ده مش شرط يعني انا اقصد حتى في الملعب مش بس قبليها يعني حتى في احداث المباراه نفسها. ان شاء الله تفاصيل صغيره يعني. ان شاء الله نتمنى التوفيق للفرقتين يا كابتن زي ما انا بشكرك. نتمنى الله يخليك امير وان شاء الله نشوف ماتش ممتع للكره المصريه كلها ونشرف الكره المصريه يا رب ان شاء الله. بشكرك يا كابتن اسامه، شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق. بصوا يا جماعه، مفيش حد بتتكلم معاه زملكاوي قبل اهلاوي قبل اي واحد بينتمي لاي نادي تاني ما يقولكش ان لازم جوميز يلعب بحسن محمد شحاته جنب دونجا ويبقى عبد الله قدام. مفيش حد اختلف على كده. في رايي لو جوميز عمل عكس كده يبقى دي حاجه غريبه جدا، تبقى حاجه غريبه جدا. لو عمل عكس كده الدنيا هتبقى اعتقد مش عايز اقول اسهل على النادي الاهلي لان الماتش في كل الاحوال صعب، بس اقصد ايه ان انت مش بتصعب الامور او مش دارس الاهلي كويس او مش عارف الامكانيات كويس في نص الملعب او مش عارف ان المشكله لازم تتعالج ازاي بالنسبه لك سواء على مستوى خط الدفاع او مستوى خط الوسط. فالكل مجمع على ان لازم شحاته يبقى في نص الملعب جنب دونجا. دي اراء كتير جدا اتقالت. اخيرا الراجل ميكالي طبعا خلاص تم الاعلان ان هو هيمسك منتخب الشباب اللي هو هيشارك في دوره الالعاب الاولمبيه في لوس انجلوس المقبله بعد 4 سنوات من الان. فالراجل كان بياخد 50,000 دولار يا جماعه، فعقده زاد بقى 80,000 دولار زي ما قلت لحضراتكم امبارح. وبعدين في كلام بيتقال ايه ان الجهاز المعاون هياخد 25,000 دولار بخلاف ال 80,000 دولار بتوع ميكالي. طيب ال 10,000 دولار بتوع بدل السكن الراجل طلبهم، لان اصلا بدل السكن ده او السكن بتاع ميكالي كان اتحاد الكره هو اللي بيتصرف فيه. فالراجل راح قال لهم ايه يا جماعه بصوا انا مالكوش دعوه بالسكن بتاعي، ادوني ال 10,000 دولار وانا هتصرف. ده الكلام اللي جاي من اتحاد الكوره. خلاص تواصلنا مع وكيل ميكالي من شويه قال الكلام ده ضرب من الجنون. تمام، قال لك لا ما طلبناش حاجه زي كده، لا احنا بنقول لحضراتكم اللي بيتقال من الاتحاد وبنقول لحضراتكم اللي بيتقال من ميكالي نفسه عن طريق وكيله. احنا دلوقتي بقى محتاجين ايه؟ محتاجين توضيح من اتحاد الكوره. هل راتب ميكالي 120,000 دولار ولا 80,000 دولار؟ يعني 120,000 دولار ده بالجهاز كله وهو 80,000 او 85 ولا القصه ايه؟ تمام؟ لو الخبر طلع صحيح ومرتبه وصل ل 125,000 دولار او 120,000 دولار بصراحه يبقى احنا بنهرج. من 50 تزود 100% يمكن اكتر من 100% 120,000 دولار فبتزود حوالي 120% يعني. لان الراجل كان جاي له عرض من سوريا ده اللي احنا عارفينه يعني ب 40,000 دولار. يعني انا اعرف حتى في الشركات يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا بيبقى في زياده سنويه 10%. واخد بالك؟ احنا بنزود ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده لو صح. يعني احنا كنا يعني نقول ايه؟ مرتبه يطلع من 50 ل 60 مثلا. هتقول لي ما هو برضه مدرب مهم وعايزينه كل ده، ما فيش أي مشكلة، أنت زودت 10,000 دولار أهو من 50 ل 60. وبالنسبة للأجانب وبالنسبة لنا يعني بالنسبة للأجانب ال 10,000 دولار دول مبلغ كبير، بالنسبة لنا احنا مبلغ أكبر. فاحنا عايزين توضيح مهم جدا من الاتحاد المصري لكره القدم. هروح لفاصل، بعد الفاصل ينورنا الاستاذ عمرو الدردير ونورنا كمان الاستاذ علاء عزت. فقره مهمه جدا، الكلام كله هيكون حوالين مباراه الجمعه المقبل اهلي زمالك في السوبر الافريقي. مناقشه مهمه جدا حوالين بعض الامور وبعض الملفات التي تتعلق بهذه المباراه. بعد الفاصل لسه مكملين في بلس 90 سنه.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين في بلاس 90، فقره غايه في الاهميه واهميتها بتزيد، خصوصا ان هي قبل مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي يوم الجمعه اللي جايه. فبينورني ويشرفني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عمرو الدردير. يا استاذ عمرو ازيك؟ اهلا بيك يا كابتن والله، وسعيد جدا النهارده معاك ومتفائل بيك، وان شاء الله الزمالك هيكسب. اهلا وسهلا بيك. معايا ايضا طبعا الناقد الرياضي الكبير استاذ علاء عزتي. يا استاذ علاء ازيك؟ ازيك عمرو؟ ازيك امير، ربنا يخليك يا عمرو. قال اخبارك ايه؟ الحمد لله. خليك عمرو احلم، كل مره تفضل تحلم، كل مره تيجي الحلقه اللي بعديها تعتذر وتقول لك مش عارف ايه وبتاع. احلم. طيب هنتكلم في كل حاجه دلوقتي، هنتكلم في كل حاجه دلوقتي، بس معايا مداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد الاسيوطي المستشار القانوني للجنه الاولمبيه المصريه، هو اللي يحسم لنا قصه فتوح. يا استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك زي الكابتن، واهلا بضيوفك الكرام. اخبار حضرتك يا فندم؟ كله كويس؟ تمام الحمد لله، فضل ونعم. هل الزمالك ارسل اسم احمد فتوح ضمن قائمته وتم الرفض بالفعل او التحفظ من قبل اللجنه الاولمبيه، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ والله هو في البدايه احنا ما رفضناش، هو طبعا كل اوراق البعثات تسافر خارج جمهوريه مصر العربيه سواء الخاصه بالاتحادات او الانديه الرياضيه تتعرض على اللجنه الاولمبيه لاخذ الموافقه الفنيه. تمام. لما المهندس ياسر ادريس تولى مهام رئاسه اللجنه الاولمبيه اولانا مهمه الاشراف القانوني على اللجنه الاولمبيه كلها، فعدلنا من قرارات الموافقه على السفر وحطينا بعض القيود عليها بحيث ان قرار السفر يطلع سليم للوزاره من خلاله يصدر الموافقه الوزاريه او قرار وزاري. نادي الزمالك ارسل اوراق البعثه الخاصه بمباراه كاس السوبر الافريقي جاءت متضمنه اسم اللاعب احمد فتوح. بالفعل يعني اسم فتوح كان موجود. كان موجود. تمام. اوراق البعثه بتتضمن جوازات السفر والموقوف من التجنيد و و و فطلبنا من نادي الزمالك عرض الموقف القانوني للاعب احمد فتوح. واقرار من نادي الزمالك بتحمله المسؤوليه القانونيه لسفر اللاعب. اقرار من نادي الزمالك بتحمله المسؤوليه القانونيه لسفر اللاعب. بالظبط كده، لان انا ما عنديش الموقف القانوني. مفهوم. ده كلام مهم قوي. الموقف القانوني عند النادي طالب السفر. فنادي الزمالك فده كان اجراء طبيعي من اللجنه. طبعا. انا براجع كل الاجراءات القانونيه والاداريه الخاصه باوراق البعثه. ولما بصدر موافقه بصدر موافقه فنيه متحفظا على ان طالب السفر سواء كان نادي او اتحاد هو المسؤول القانونيه، المسؤوليه القانونيه والاداريه عن كافه اجراءات السفر وتصريح السفر وما شابه ذلك. فنادي الزمالك سحب اوراق البعثه الاولى وقدم النهارده اوراق جديده بكشف جديد خالي من اسم اللاعب احمد فتوح. ده الاجراء اللي عمله على طول نادي الزمالك من غير ما يكون في محاوله اخرى لسفر فتوح من خلال التاكيد على قانونيه سفره، صح؟ لا خالص، يعني الزمالك لو بعت لي رد وقال لي ان اللاعب احمد فتوح غير مطلوب في اي قضايا ومسموح لي بالسفر كنت هعتمد قرار السفر والموافقه الفنيه وتم تصديره الى وزاره الشباب. يعني كنتوا عايزين اقرار بس من نادي الزمالك فقط، حتى لو ما فيش قرار بمنع سفر فتوح اصلا. لا انا ما عنديش قرار بمنعه او بعدم منعه، انا بستوضح امره القانوني فقط لا غير. فقط نادي الزمالك لو كان بعت لي على ورق نادي الزمالك انه موقف لاعب سليم ومسموح لي بالسفر كنت اعتمد على طول بشكل مباشر واطلع الموافقه الفنيه ومن ثم تطلع للوزاره ويتم اصدار قرار وزاري بسفر البعثه. وده طبعا على عكس تماما ما قاله الكابتن عبد الواحد السيد ان اللي هو مدير الكوره في نادي الزمالك ان احنا ما بعتناش اسم فتوح، لكن طبعا المستشار القانوني للجنه الاولمبيه استاذ محمد الاسيوطي بياكد ان اسم فتوح كان موجود. فبالتالي عندنا كشفين في اسم فتوح والكشف الثاني الكشفين موجودين. بالظبط. والكشف الثاني خالي من فتوح، هو ده التعديل الوحيد اللي حصل في الكشف الثاني، مظبوط كده؟ بالظبط كده يا فندم. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد الاسيوطي المستشار القانوني للجنه الاولمبيه المصريه. دكتور او استاذ عمرو الدردير، رايك ايه؟ والله يعني انا بصراحه في البدايه ما كنتش مع سفر فتوح اصلا في ليه؟ يعني اولا مش هيلعب فتوح، اسمه مش في قائمه العشرين اللي هيلعبوا المباراه، فبالتالي هو مش هيخوضوا المباراه وهو مش جاهز. سفره في هذا التوقيت من وجهه نظري سفره في هذا التوقيت يعني يؤجج المشكله مع
أسرة المتعاطف. فبالتالي ما لهاش لازمه، خصوصا لما ظهر في التدريبات كان برضو في نوع من انواع الاستفزاز، ان في جمهور كان معانا مدرب جمهور كبير قد يهتف الجمهور ضده مثلا. ممكن جمهور الاهلي يهتف ضده، ممكن وارد. ليه تعمل مشكلة؟ ده كان هيحصل، بقول لك ممكن مش لازم يحصل، لكن بقول لك ممكن يحصل وممكن ما يحصلش. فده لو حصل ليه نأجج المشاكل؟ فانا بصراحه مع من الاول متحفظ على سفر فتوح من البدايه ما يسافرش. طب ليه الزمالك حط اسمه في رايك؟ معلوماتي ان فتوح اتحط اسمه لان هو طلب ان يعمل عمره. حاجه ثانيه دي معلوماتي ان هو طلب يعمل عمره، نقطه مهمه جدا. ففي التوقيت ده هو كان عايز يعمل عمره، فالزمالك بعت اسمه. لما حس ان اللجنه الاولمبيه في لغط في الموضوع قال له خلاص، ما يعني عشان يثبت حسن نيه مفهوم، ما فيش مشكله يعني. فسحب اسم فتوح. ده اللي حصل بالظبط. طيب تعليقك يا استاذ علي. طبعا انا شايف ان هو قرار خاطئ من مجلس اداره الزمالك تحط اسم فتوح. طبعا ما ينفعش ابدا في الظروف دي، او زي ما قال عمرو يعني لاعب انا مش هستفيد منه، لاعب مش في القائمه عندي، لاعب مش جاهز للمباراه، يعني بعيد عن الكوره بقاله فتره طويله جدا، مش موجود في قائمه المباراه، اخده ليه معايا؟ اخده زي ما قال عمرو، انت بتستبعد ان ممكن تحصل حاجه؟ لا انا ما استبعدهاش. يعني ممكن في اي لحظه من اللحظات حد يحتك بيه، حد يقول لفظ معين، تتقال جمله معينه توصل على السوشيال ميديا، وانت عارف طبعا السوشيال ميديا بشكل كبير جدا. طبعا ممكن اي حد يصوره في اي لقطه بيحتج واحد بيتكلم معاه بنرفزه، لو اتصدرت في السوشيال ميديا ممكن تعمل ازمه كبيره جدا ليه. وزي ما قال عمرو، يعني احنا نادي الزمالك كان اخطا في البدايه ان هو رجعه للتمرين، لان ده اجج مشاعر اسره المتوفي وعمل غضب شديد جدا، لان كانت اشبه بالاحتفاليه يعني. يعني لما قال لك اغلقوا الابواب ومش عارف ايه بتاع، لا كان المفروض يبعد عن المشهد تماما. وانا شايف ان نادي الزمالك اخطا في القرار بتاعه. لا بس ثانيه واحده يا استاذ علاء، نادي ان يرجع التمرين ما فيش خطا في كده، هو لاعب وشغلته التمرين، يرجع التمرين يا عمر ماشي، ما فيش يعني مشكله. ومجلس الاداره ما اخطاش في دي، اخطا في ايه؟ هو لاعب موجود عندي، تم الافراج عنه، ينزل التمرين. طب طالما الامر طبيعي، ليه اغلقوا الابواب النادي ومنع دخول الاعلاميين ومنع؟ طالما الامر عادي جدا، ليه حصل الربكه دي كلها وتامينات غير عاديه؟ التامين والربكه ده السبب ان مش عايزين حد يصور فتح في الظروف دي. طيب يعني وجوده مش يعني وجوده لا بس طبيعي اني اتمرن، انا لاعب عندي بيشتغل كانه موظف. يا عمرو ممكن، يا عمرو موظف خلصت فتره سحب، بس في ظرف زي ده. معلش معاك، ممكن اخده اروح امرنه في مكان خاص مثلا، عن طريق مدرب خاص من النادي. بالعكس ده اخده في مكان، لا والاماكن موجوده جدا. بالعكس ده لما اتمرن جماعي مع فرقته روح المعنويات ترتفع شويه والامور تبقى احسن. ماشي يا عمرو، يعني خد بالك برضه ان فتوح متأزم. بس رد الفعل كان سلبي ولا ما كانش سلبي؟ كان سلبي من اسره، كان سلبي من الاسره. ماشي فهموها بالشكل ده، ماشي، لكن انا بكلمك ده طبيعي. لكن لازم الاسره كانت تفهم وتتفهم ان ده لو مهندس او دكتور او طبيب في اي مكان هيرجع المستشفى بتاعته. بس واحد لسه لسه الافراج عليك من لسه. ساعات ما فيش، هيرجع شغله بعد تاني يوم، ما رجع شغله طبيعي، مش هترجع شغلك؟ ترجع يعني بس اي حاجه. بس هل لو فتوح ما كانش حضر التدريبات يا جماعه كان ممكن مثلا؟ يا عمرو ماشي، بس في فرق انك انت بتقدر دي نجوميه لعيب والسوشيال ميديا والإعلام كله مركز معاه، انت بتراعي الشعور. انت بتتكلم يعني على موظف مين يعرف؟ زمايله 3 4 يعرفوا ان هو كان متفق قضيه. انت بتتكلم على ملايين متفق قضيه. على ده الطبيعي، دي سنه الحياه ان ده يحصل. يا عمرو هرجع شغلي. يا عمرو ماشي، بس في امور يا عمرو لازم كلها حسابات خاصه. انت بتتكلم على موظف يرجع، دكتور يرجع، ماشي، دي حاجه ضيقه على حدود ضيق جدا، مع ان دلوقتي مفيش في حاجه ضيقه. يعني دلوقتي حتى لو واحد خبط واحد بتوك توك وراح شغله ثاني يوم، السوشيال ميديا بتقلب الدنيا. لكن انا شايف ان هو تفكير نادي الزمالك في اضافته للقائمه ده كان خطا كبير جدا، ومصلحه فتوح عرب سفره. انا شايف انه هل الزمالك اخطا في التعامل مع ملف فتوح برمته من إعلامياً البدايه؟ اعلاميا طبعا، اعلاميا كان في خطا كبير جدا، والتاخر في التواصل مع اسره المتوفي كان متاخر جدا جدا جدا. حتى التصريحات نفسها، لا طبعا متحدث سلام نادي الزمالك طبعا للاسف الشديد يعني اجج المشاعر اكتر. عمل فجوة كبيرة بين فتوح وبين أسرة المتوفي للأسف يعني. وحتى لما حب جه يصلحها برضه للأسف ما كان المسؤولية أحمد سالم للأسف عمل أزمة كبيرة جدا، ومعالجة نادي الزمالك كلها فيها أخطاء كبيرة جدا، يعني. تتفق معايا يا أستاذ عمرو؟ لا أنا لا أتفق. أولا
اللي حصل ده هو الطبيعي جدا اللي بيحصل في العالم كله. اللي هو ايه؟ احنا مش احنا مش بعيد عن العالم. اللي هو ايه؟ اللي هو لاعب حصل له ازمه رجع شغله او رجع مكانه. لا انا بتكلم في الملف كله من اوله لاخره. التعامل الاعلامي رجع مكانه، ما فيش اي مشكله في ده. التعامل الاعلامي ده مش مسؤوليه نادي الزمالك، هو مسؤوليه السوشيال ميديا، هي اللي بتتدخل وهي اللي اججت الموضوع. بس بيبقى في تصريحات صوت وصوره. تصريحات المتحدث يمكن كانت بعض الشيء فيها نوع من يعني التسرع شويه، لكن في النهايه خدت اكبر من حجمها. الموضوع خد اكبر من حجمه يا جماعه. في ترصد لفتوح وفي ترصد في الموضوع. احنا عايزين الناس تهدى. اي حد مننا معرض ان يحصل له اللي حصل. طبعا طبعا طبعا. فبالتالي الناس تبقى هاديه شويه. السوشيال ميديا رفقا بفتوح. انا شايف الزمالك اعلاميا علي غلط واداريا على الزمالك. الزمالك يعمل ايه اعلاميا؟ لا لا اعلاميا المتحدث الاعلامي، المتحدث الاعلامي عمل كارثه في تصريحاته في بدايه الازمه. انا شايف انه الناس كبرت الموضوع زياده عن اللزوم. كبرت يعني الموضوع زياده عن اللزوم. يعني المتحدث كان موفق في تصريحاته؟ مش موفق. انا بقول ان تصريحاته ما كانتش 100%، لكن الناس زودت الموضوع. السوشيال ميديا مترصده ف رفعت الموضوع شويه، فده اللي اجج الموضوع. لكن انا بس هو موقف طبعا صعب، وارد اي حد يتعرض ليه. طبعا طبعا كان الله فعون فتوح طبعا. ان شاء الله في نجوم كتيره في مصر اتعرضت لنفس الموقف ده. ايوه صح. نجوم كتير يعني. موقف صعب. طيب ماتش الاهلي والزمالك بتشوف ازاي المباراه دي، خصوصا في ظل كلام كتير جدا عن الاهلي هو الاكثر استقرارا على مستوى التشكيل، على المستوى الفني خطوطه كلها تكاد تكون مكتمله، مفيش اصابات. في المقابل البعض يا استاذ علاء بيتكلم عن نادي الزمالك، الحاله اللي ظهر بيها في الماتشين بتوع الشرطه الكيني مش افضل حاجه. رايك ايه؟ انا دايما مؤمن، يعني انا ضد فكره المباراه القمه خارج الحسابات. انا عمري في حياتي دي مصطلح انتهى باعتزال في حقبة الثمانينات، انتهت المصطلح ده، انتهى باعتزال جيل الكابتن محمود الخطيب وجيل الكابتن حسن شحاتة. ده الجيل الوحيد اللي قعدنا فيه من السبعينات لحد النص الثاني من الثمانينات كانت مباراة القمة خارج الحسابات تماما. يعني كانت مباراة القمة مستحيل فرقة من الاثنين يكسب الثاني رايح جاي في الدوري وهات الحسابات كلها في التوقيت ده. في التوقيت ده ما بعد بقى التوقيت ده. ما بعد التوقيت ده بدات حقب التفوق لكل فرقه. شفنا النادي الزمالك خد بدايه التسعينات كان هو الافضل. ماشي. اللي هي فتره ديف ماكاي والجيل فريق الزمالك اللي هو الكبير ده بعد ديف ماكاي خد 2 دوري وكان بيحقق فيه تصاعد النادي، كان فيه تفوق كبير لنادي الزمالك. ماشي. تمام؟ جه بعد كده النادي الاهلي ونص ثاني التسعينات مع حسام حسن عمل طفره كبيره جدا للنادي الاهلي. مع حسام حسن عمل طفره كبيره جدا. انتهت الفتره تفوق الاهلي في حقبه التسعينات دي مع انتقال حسام حسن من الاهلي للزمالك، بدات الزمالك يرجع تاني مره اخرى يبقى ليه تفوق على النادي الاهلي. الى وفضلت الفتره دي مستمره لحد جيل لحد 2004. لما جه الجيل الذهبي النادي الاهلي اللي هو جيل ابو تريكه وبركات ومتعب والكلام ده كله، النادي الاهلي عمل افضل حقبه زمنيه ليه تفوق على النادي الزمالك. ماشي. مفيش ولا مباراه على مدار 11 سنه، احنا بنتكلم من 2004 ل 2015 ما حصلتش مفاجاه واحده الا فوز الزمالك مره في مباراه شرفيه اللي هي بتاعت مانو الجوزيه لما ساب الجوزيه رايح فيها. كان رايح فيها مسافر. انا اسال سؤال، ليه على مدار 11 سنه من 2004 ل 2015 كل الناس كانوا بيطلعوا يقولوا في نفسه كده، كان يقول لك مباراه القمه ما فيهاش حسابات. تعال نشوف النتائج كلها في المباريات دي كلها، تلاقي النادي الاهلي في جيل ابو تريكه عمل 8 انتصارات متتاليه على الزمالك، وبعد كده الزمالك كسرها بتعادل. ماشي. رجع الاهلي عمل 8 تاني. يعني انا ضد فكره، انا شايف ان في جيل وفي افضليه في حقبه زمنيه معينه. الحقبه الزمنيه دي موجوده دلوقتي، الافضليه دي في الحقبه الزمنيه دلوقتي الافضليه للنادي الاهلي. بالتالي الاهلي هو اللي هيكسب؟ بغض النظر عن ضعف الزمالك، انا شايف ان النادي الاهلي الحقبه دي هو افضل من الزمالك. طب ممكن استقرار حاجه؟ اتفضل. انت قلت في اول الالفينات كان مين الافضل في الاول؟ اول الالفينات كان الزمالك. كان الزمالك. طب ما هو في اول الالفينات الزمالك هو في عزه هو الافضل، الاهلي كسب الزمالك 6-1. بص عادي جدا، دي كانت قاعده. ما انا عايز اقول بص بس انا هقول لا بص يا عم زمان، في دي قاعده والقاعده دي ليها استثناء. ودي كانت الاستثناء دي تلاقيها في ماتشات، يعني في ماتشات يعني تحصل كده، دي طفرات بتحصل، طفرات كده بتحصل. زي مثلا زي فوز الزمالك على الاهلي مثلا الدوري اللي خلص ده، دي كانت طفره 2-1. طفره
ايوه يا حاجه كده اللي هي اللي هي الاستثناء بتاع القاعده. استثناء القاعده يعني قبل المباراه كل الناس تقول لك الاهلي. قبليها تلاقي الاهلي كسبان الزمالك 5 3 3 0 4 1 مش عارف من اول يعني بقى عايز اتكلم من اول 20 جاي لك اهو جاي لك اهو يعني من اول 20 كده صعب اسيبه يقول ده كله يعني بص انا عامل احصائيه صعب اسيبه يقول ده كله ما انا جاي لك بص يعني يا امير من 2020 من 2020 اللي هي من بعد كورونا والقضيه الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض 9 مرات الاهلي كسب 6 والزمالك كسب مرتين وتعادلوا مره. دي حقب زمنيه هتلاقي الزمالك يكسب مباراه في النص ويرجع تفوق النادي الاهلي. الاهلي هيكسب؟ اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. خلي بالك جمهور الاهلي قلقان قوي من الثقه الزايده دي. لا من الثقه الزايده انا بتكلم على افضليه فنيه بالورقه والقلم بالورقه والقلم. يا استاذ علاء انت بتلاعب نادي الزمالك برضه يا سيدي عارف والله وعارف الزمالك اللي فيه زيزو وفي شيكابالا وفي مصطفى شلبي وفي كونراد وفي انا بتكلم على الافضليه الفنيه الافضليه الاهلي افضل تجانس استقرار فني الراجل حافظ عارف التشكيل بتاع يعني الراجل عنده استقرار كبير جدا الاهلي عنده دقه عنده دكه رائعه جدا اقوى من دكه نادي الزمالك مليون مره لا الزمالك بقى عنده دكه لا ما عندوش دكه لا بعد التعاقدات دي عنده دكه فين التعاقدات دي هو واحد منهم بيلعب ما هيلعب مين اللي هيلعب كونراد ده هيلعب عمر فرج ده الوحيد ممكن يلعب لا عمر فرج مفيش حد يلعب ولا نضاي ولا الكلام ده كله ده ولا اللي جابوه ده بنتاك ولا ده كله ده مش هتشوفه في ماتش السوبر طب ما من غير الصفقات دي ما هو ده النادي اللي جاب الكونفدراليه واخد بطوله قاريه برضه عشان كده هيلعب في السوبر يعني طب يعني فرقه قويه ماشي فاز الكونفدراليه وكان بيخسر من الاهلي ماشي يعني فرقه قويه نادي الزمالك فرقه برضه يا مين ليه الكونفدراليه حاجه ولما واجه الاهلي حاجه ثانيه في افضليات انا بكلمك على الافضليات الافضليه دلوقتي باعتراف الزمالكويه للنادي الاهلي فنيا ولعيبه يعني انت عايز تقول ان معنى الافضليه للاهلي يبقى الاهلي هو اللي هيكسب محسوم ده المنطق مفيش ده المنطق ده المنطق يعني المباريات دي مش خارج الحسابات لا مش خارج الحسابات استاذ علاء طبعا استاذ عمرو طبعا مختلف تماما مع اللي بيقوله علاء مباراه القمه خارج الحسابات طول عمرها مش لا تقول لي حقبه زمنيه ولا تقول لي الكلام ده كله باكبر دليل النادي الاهلي لاعب الزمالك اخر مباراه بينهم كان كل الناس متكهنه ان الاهلي يكسب صح ولا مش صح اللي في الدوري كسب الزمالك 2-1 اذا ما ده اللي بيحصل كل فتره مباراه القمه خارج التوقعات يعني على سبيل المثال المباراة اللي كانت عتاولة الزمالك بقيادة فاروق جعفر وناشئين الاهلي بقيادة كان حسام حسن و84 85 وبدر الرجب والمجموعة الصغيرة 84 85 ما ده استثناء مفيش استثناء لا في استثناء مفيش قاعدة في القمة مفيش استثناء لا في استثناء اي حد هيفكر هيقول لك الزمالك يكسب كسب الاهلي الماتش اللي فات اي حد هيفكر هيقول لك الاهلي يكسب كسب الزمالك ملهاش علاقة مباراة القمة ملهاش علاقة انا اتفق مع استاذ عبد انا هرجع تاني واقول لك في استثناءات لكن في قواعد مفيش قواعد مفيش طب تقدر تقول لي القمة ملهاش قواعد طب تقدر تقول لي من 2004 ل 2015 الزمالك ما كسبش ولا مرة ليه؟ انا ماليش دعوة بكلامك ده يا انا ليه دعوة يا باشا ماليش دعوة يعني الزمالك كسبك بخالد جلال ماتش بشكل سنة كام؟ ما هو ده كان أول فوز ده كان أول فوز للزمالك ماليش علاقة أنت ده كان أول فوز للزمالك على الأهلي من 11 سنة يا باشا أنا مالي أنا مالي فوز ولا مش فوز؟ أنا اتفرجت عليه امبارح والله طب ثانية واحدة بس أنت بتتكلم على فوز ولا بتتكلم على أول ولا آخر إحنا بنتكلم على فوز المباراة دي كان مين المفروض يكسب؟ يعني عمرو بحساباتك أنت كان مين يكسب؟ يعني 11 سنة كسب الزمالك 11 سنة مباراة القمة مالي ب 11 الكفتين فيها انت كده انت والاهلي انت كده بتتكلم في كلام لا انا بتكلم على الافضليه لا تقول لي 20 سنه ليه طب انا قلت لك مباراه مضمونه ان الاهلي يكسبها كسبها الزمالك طب مباراه مضمونه ان الزمالك يكسبها كسبها الاهلي وليه لما الزمالك كان الافضل في بدايه الالفيه الاهلي ما كسبش الزمالك ليه؟ لا الزمالك كسب 6-1 يا عم ما انا بقول لك وكان الزمالك افضل ما فيش استثناء يا باشا ده الاستثناء اللي بقول لك يعني فوز الشيء الاهلي على الزمالك في كاس مصر 85 ده يعني كان حد يقدر يقول لك 50 50 وقتها؟ لا كان الزمالك الاقرب طبعا اقرب ايه؟ اذا لكن الاهلي كان اذا المباراه مالهاش حساسيه مالهاش يا عمرو يا عمرو دي حاجات بتحصل دي طفرات بتحصل مش طفرات واستثناء بتحصل كل فين وفين اذا المباراه خارج الحسابات طالما دي طفرات ممكن تحصل ده استثناءات الاستثناءات بتحصل امتى دي الله اعلم لكن كلمه 50 50 دي معناها ان القوتين متكافئتين لا انت مش متكافئتين انت بتتكلم ان الاهلي اقوى صح؟ افضل انت بتقول افضل طبعا فنيا احنا بنتكلم على الورق ماشي واللعيبه والاستقرار الفني تمام هنشوف النتيجه هنقعد بعد النتيجه ماشي هنشوف كلامك ده طلع صح ان شاء الله مش هيحصل لكن انا بقول لك لا دي ليها قاعده بقى طيب بس خلي بالك لا دي قاعده دي طبعا. يعني لازم في عشوه برضه ماليش دعوه كده لازم اخرج بعشوه علاء اللي هيعشينا علاء اللي هيعشينا لانه هيخسر المهم يعني مره وائل وشريف يا جماعه عشان ايه الناس في الكنترول اهو عندكم عشوتين
يا كابتن وائل القباني، يا كابتن شريف عبد الفضيل، يا اما الاستاذ عمرو، يا اما الاستاذ علاء. طب ماشي، طب الجمهور يا سيدي احسن من كده. نعمل سحب على وجباته. اتفضل. انا عايز اتكلم في جزئيه ثانيه كمان. عايز اتكلم في جزئيه الزمالك هيلبس ايه في مباراه. ما هو ده سؤال انا كنت عايز اسالك. لان في البعض قال ان الزمالك هيلبس الزي الاسود الجديد. ايه حقيقي؟ انا يعني بأؤكد ان الزمالك هيلبس الزي الابيض. بتؤكد؟ دي مباراه، انا هكمل لك. اتفضل. دي مباراه تاريخيه. اه، بتتكرر كل 30 سنه تقريبا. يعني اخر مباراه جمعت الاهلي والزمالك في 94 في سوبر، كانت في 94 من 30 سنه. ما ينفعش مباراه من 30 سنه. احنا لغايه دلوقتي بنتفرج على هدف ايمن منصور السوبر في 94. الناس بتشوفه لغايه دلوقتي. اه طبعا. بزي الزمالك الابيض، بزي الاهلي الاحمر، يعني لازم ابقى معتز. ممكن يكون ده رايك يا استاذ عمرو، بس القرار ايه في النادي؟ القرار ان الشورت ابيض الشورت الشورت اسود والفانيله بيضاء. ده القرار. هويه نادي الزمالك ما ينفعش يفقدها. انا اتفق معاك 100%. القرار ايه في النادي؟ القرار ايه هيلبس ايه؟ اللي انا بقوله القرار. يعني هيلبس ابيض؟ القرار اللي انا بقوله. طيب ماشي. ده رايك ولا قرار؟ رايي طبعا. رايك. طب القرار ايه؟ القرار هو رايي. رايي هو القرار. الزمالك لازم يلبس اللبس الابيض والشورت الاسود. دي هويه نادي الزمالك. بعد 30 سنه نتفرج على المباراه. هشوف كلهم متفقين معاك. ما ينفعش، ما ينفعش الزمالك يلبس اسود. انا قلت معلومه يوم السبت ان الزمالك هيلبس اسود. اه. اول امبارح. هيلبس ابيض. هيلبس ابيض. دي معلومة ولا ده توقع؟ ده توقع. الزمالك هيلبس ابيض. انا بأؤكد لك الزمالك هيلبس ابيض. طب لو ما لبسش الزمالك ابيض يبقى ايه السبب في رأيك؟ لا طبعا ده يعني مع كامل احترامي خطأ لمجلس الإدارة. ما ينفعش مباراة كبيرة بالحجم ده انا العبها مش بزي الرسم. والله احييك. مع كامل والله احترامي. أحييك. مع كامل احترامي. دي مباراة كبيرة، مباراة بتتكرر كل 30 سنة. العب مش ده الأجيال الصغيرة هتشوف مباراة زي دي لما يشوف يقول له دول، يقول له ده الزمالك، هيقول لك مين الزمالك ده؟ مش الزمالك. اللبس الأسود ده مش هو الزمالك. الزمالك لبسه مش هو ده. الزمالك لازم يلبس لبسه التقليدي. أحييك. دي مباراة كبيرة. احييك بصراحه. طول عمر الاهلي احمر فابيض فاحمر، الزمالك ابيض فابيض فابيض بخطين حمر. ده دي هويه الاهلي ودي هويه الزمالك. ما ينفعش في مباراه كبيره زي دي افقدها. يمكن عمرو يفتكر مره عملنا حمله على منتخب مصر. حمله على زي منتخب مصر. لان منتخب مصر كان كل ما بيروح يلعب بطوله بزي مختلف. مره أخضر مره احمر، مره احمر ومره شرطه ابيض ومره شرطه اسود وكده. فاحنا وقتها رحنا لعبنا كاس امم افريقيه، فالمنتخب مصر لعب بثلاث فلنات. وكان كل المنتخبات بتيجي تلعبنا تلعب بالزي بتاعها. المغرب. أيوة. بتلعب بالزي بتاعها. تونس تلعب بالزي بتاعها. الكاميرون. الكاميرون كانت بتلعب بالزي بتاعها. نيجيريا. زامبيا بالفلنة بتاعتها. باشا اي دوله بتشوف الزي بتاعها بتيجي كذا. عملنا حمله وقتها. وتم الاستجابه ليها. حمله اعلاميه ضخمه جدا. فين هويه منتخب مصر؟ لحد ما اتصلحت في مباراه مصر وزيمبابوي. اللي هي مباراه الطوبه الشهيره دي. كان منتخب مصر رجع للهويه بتاعته اللي هو يلبس فلنه علم مصر. طبعا. وكان وقتها كان موقف اعلامي كان بس كبير. بس بالمناسبه المجلس السابق مستشار مرتضى منصور في ماتش من الماتشات كان في تفاؤل وتشاؤم، كان قرر يلعب بالازرق. كان تفاؤل وتشاؤم. هل لسه التفاؤل والتشاؤم موجود حتى مع مجلس مختلف يا استاذ؟ لا 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 لا. انا يعني بص، التفاؤل والتشاؤم في كره القدم انا شايفه انه بعيد جدا. مش حاجه اسمها تفاؤل وتشاؤم. في حاجه اسمها ابذل مجهود في الملعب، اعمل اقصى جهد عندي. انا فريق كبير، اؤمن بقدراتي، العب باقصى طاقه عندي. ده الكلام. لكن تقول لي تفاؤل وتشاؤم واصل مش عارفين عمل ايه لا، الكلام ده يعني موجود في العالم خارج مع كامل احترامي. موجود عند الجماهير. لا، وعند لعيبه كبار. لا، عند الادارات. لا، ده في اساطير. لا، عند الهويه. لا، عند الهويه. لا، ما لعبش. يعني كان في اساطير مثلا نجوم مثلا في منتخب المانيا يقول لك انا مثلا لاعب مثلا يقول لك فلان الشراب المقلوب. ماشي، دي حاجات مقلوبة. رقم فلان مش عارف ايه بتاع. بس دي حاجات مالهاش دعوه بالهويه. يعني اتفائل براحتك. لكن في الاساسيات في حاجه اسمها ناس نازله مؤمنه بنفسها، بتلعب، بتأدي على اعلى مستوى، بتروح قتالية. دي كرة القدم. دي المنافسة الحقيقية. لو الزمالك لبس اسود وكسب يا استاذ عمرو، هتهاجم النادي؟ طبعا. لا، مش هاجم النادي. مبروك طبعا الزمالك يكسب في وقت. هاجم يعني. لكن طبعا انا مش موافق. انا مش موافق. اهو بقول على الهوا اهو، انا مش موافق ان الزمالك يلبس زي اسود في مباراه تاريخيه زي كده. مباراه كل 30 سنه بتقام، اهلي وزمالك. الناس هتشوفها بعد 30 سنه. احنا النهارده الناس بترجع
لمباراه الاهلي وزمالك السوبر 94. مظبوط. هو في ايمن منصور لابس اسود؟ طيب او لابس ازرق؟ عايز اسالك سؤال. مش هو ده الزمالك؟ عايز اسالك سؤال، هو في مقترح فعلا في النادي ان الزمالك يلبس اسود؟ اه في مقترح. في مقترح من المجلس ولا من حد؟ من المجلس، بس انا شايف انه ده غلط. احنا دي بطوله بتاعت 94 اهي. مباراه شوف 94، شوف الناس هويه الزمالك. افقد هويه الزمالك ازاي يعني؟ ازاي الولاد الصغيرين الزملكاويه يشوفوا فرقتهم لابسه اسود؟ مين دي؟ لا مش هي دي، مع كامل احترامي. الاهلي اتذبح ذبح في الماتش ده. اتذبح ذبح بمعنى ايه؟ ظلم وظلم، يا نهار ابيض. ظلم تحكيمي؟ ايه ده؟ انتوا بقيتوا بتأمنوا بالمظلوميه مش انتوا ضدها؟ لا دي مباراه، انتوا مش ضد المظلوميه، رجعتوا للمظلوميه تاني؟ انت لو جبت الضربه اللي طارت فيها يا راجل، مش انتوا مش ما بتأمنوش بالمظلوميه؟ كارثه. مش الزمالك هو بتاع المظلوميه، بقيتوا انتوا بتوع المظلومية؟ لا احنا دي المباراه، لا ده كان دي كانت فضيحه مش ظلم. فضيحه يا راجل، حرام عليكم. حرام عليك. يلا كاس من عمركم. المره الوحيده يقصدوا في الاهلي، والمره الثانيه هتكون ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. الثانيه هنشوف مين اللي هيكسب، بس الاهم ان شاء الله باذن الله نشوف ماتش كبير يعني. مع كامل احترامي يعني، فرقه فيها عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو عايزها تخسر؟ انا اسف جدا يعني، صعب جدا. فرقه فيها عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو ما تخسرش. صعب تخسر. ومش لاك صعب تخسر. صعب تخسر، انا بكلمك بامانه. الفرقه دي صعب تخسر. انت عندك يقين؟ كل دول حطوا قدامهم قفشه. فاكر قفشه؟ قفشه طبعا. لعيب محترم، انا بحبه جدا، ولاعب كويس، واتمنى انه يشارك في المباراه. اتمنى ان قفشه يا راجل ما بتلعبوش. يا راجل لا ده انتوا ما بتلعبوش. ده بتاع القاضي يا عمرو، ده ليه وقت يا باشا. قاضي القاضي دي خلصت، ده ليه وقت. خلصت مع سيف الجزيري كان بتاع القاضي، كل شويه يجيب قاضي. يا عمرو ممكن انتوا استهلكتوا. ده كلام للاستهلاك يا عمرو. ممكن مهاجم يجيب مع كامل احترامه جون في تاريخه، لكن ما فيش جون يعلم. في مين واحد يجيب جون يعلم؟ اي جون في الاهلي بس يعني. اي حد بيجيب اهداف في مباراه القمه فهي علامه. بس طبعا في اهداف بتتنسي وفي اهداف بتتنسي. ازاي مفيش اهداف يعني؟ هدف ايمن منصور ده اتنسي؟ لا ما تنسيش طبعا. يا عمرو في اهداف القمه. هدف مين يعني؟ هدف ايمن منصور ده السوبر ده متنسي؟ لا طبعا. 30 سنه هو يا فندم بعد يعني. انت دلوقتي مش محتاج ان زي ما هدف قفشه مش هيتنسي. هدف قفشه اهداف. ثانيه واحده بس، اهداف في ناس كتير جابت اهداف مباراه الاهلي والزمالك يا علاء. اهداف يعني مين الناس فاكراها يعني؟ الناس فاكره حمدي جمعه اللي جاب جون في الزمالك. حمدي جمعه، شفت؟ الناس فاكره. ماشي يا عمرو. يعني اذا اهداف الاهلي والزمالك معروفه. ده عشان قيمه المباراه طبعا، ده امر مؤكد. ناخد وبعدين محمد صبري ياما عمل الكلام ده يعني. افشل لعيب جامد، جديد في الصنعه. ياما محمد صبري ومحمد حلمي واحمد عبد الحليم، ياما لعيبه كبار، وياما في الاهلي برضو اكيد طبعا لعيبه كتير يعني. طبعا ده الطبيعي في مباريات القمه. هنروح بريك فاصل بسرعه، وبعد فاصل نرجع نكمل مناقشتنا مع ضيوفنا الاعزاء. يلا لا عمر خاطر. طيب استاذ عمرو، تصريحات كتير جدا من نجوم سابقين سواء في الاهلي او في الزمالك، بعضها تصريحات ممكن تلفت النظر بشكل او باخر، البعض ممكن يفسرها بنوع من انواع التقليل من نادي عن الاخر. كيف ترى مثل هذه التصريحات، خصوصا ان هي بتكون ايضا مبنيه على المعطيات الفنيه الخاصه بكل فريق؟ رايك ايه؟ بص والله يا كاتب، يعني انا يعني من اكثر تصريحات لفتت نظري في اليومين الاخرانيين تصريح مع حضرتك بتاع كابتن احمد بلال. كابتن احمد بلال لعيب كبير طبعا، لعيب ومهاجم محترم وكل حاجه، بس يعني طريقه ادائه في التصريح وكلامه وتصريحاته مع كامل احترامي ما تليقش، لا تليق لا بنادي الزمالك كقلعه رياضيه كبيره، ولا بالنادي الاهلي القلعه الرياضيه الكبيره برضه. فما يليقش، ما ينفعش حد من الزمالك يطلع يهاجم الاهلي بالشكل ده، او يطلع حد من الاهلي يهاجم الزمالك بالشكل ده، مرفوض تماما. ما ينفعش اقول اصلي الزمالك ما يسافرش اصلا لان مش هيعرف يوصل عند العرض. كلام يا جماعه ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. كابتن احمد بلال انت راجل كبير ولاعيب كبير، ما ينفعش تدخل كل شويه اسمها ايه سجال خاسر. دخلت مع مصطفى محمد ولا مؤاخذه يعني خسرت خساره فادحه، دخلت مع مش عارف مين وخسرت خساره. هو الراجل معروف بالجرأه في تصريحاته، هو معروف شويه بالجرأه في تصريحاته. ما دي مش جرأه. مع كامل احترامي. الجرأه لازم تبقى مبنيه على يعني رصانه وموضوعات. يعني
ده نادي الزمالك في النهايه طبعا يعني. قيمه نادي الزمالك قيمه كبيره منفعش. جدا ده والنادي الاهلي قيمه كبيره طبعا قيمه كبيره ما ينفعش اكيد بس هو الراجل برضه للامانه خلال تصريحاته قال لك ايه؟ قال لك لو الزمالك لعب مظبوط بالشكل اللي لعب بيه الماتشين هيبقى القصه زي ما هو قال. ممكن طبعا نختلف شويه على بعض المصطلحات اللي قالها اللي ما تليقش بقيمه نادي الزمالك، لكن هو الراجل ممكن يكون بيتكلم بشكل مجازي يا استاذ علي. رايك ايه؟ انا بلال اعرفه معرفه شخصيه جدا، ودي شخصيه احمد بلال. احمد بلال من النوع اللي هو بيقول اللي جواه بدون بشكل عفوي يعني؟ بشكل عفوي، وممكن يتريق على نفسه يعني. انا بعاصره يعني في مشاكل كتيره جدا. لما كان الاهلي مثلا يخسر كان يقول لك ايه ده انا النهارده المفروض كنت ايه مش عارف، المفروض كنت اقعد في بيتنا ما كنتش اجي خالص الماتش ده. انا مش عارف لعبت ازاي الماتش ده. اسلوبه كده يعني. لكن بلال يؤخذ عليه بس ان الفتره اللي فاتت دي دخل زي ما عمرو قال دخل في سجال كتير سجال. لكن المؤسف ما حدث بعد تصريح احمد بلال. ايه اللي حصل؟ الاعلام بقى اتناول التصريحات ازاي؟ يعني شفنا مثلا بعض من الزملاء خدوا التصريح ده ووصفوه ان ده بيتحدث على ان في مؤامره هتحصل، وان تصريح بلال ده بيقول ان في ان الاهلي مظبط الدنيا في بتاع. وفي لعيبه ده تهريج ده معلش مع كامل الاحترام يعني. وفي لعيبه احنا بنتكلم على في لعيبه يوميه موجوده يعني. احمد بلال مثلا انا ضد تصريحه ده وحتى ولو كان حسن النيه، وانا سمعت التصريح على فكره، انا النهارده عملت اسمع التصريح كامل مره واثنين علشان اخد الجزء. هو فعلا في البدايه كان بيتكلم على امور فنيه لكن هو مثلا كلمه مثلا لو جاب كره في العارضه دي لا ما ينفعش، قالوا منه ما اروحش ما سافرش لا ده ممنوع. لكن هو بيتكلم فنيا. لكن انا شفت في لعيبه كتيره جدا جدا سابقين في الاهلي والزمالك او في الزمالك بقى لهم فتره لا بيتكلموا بشكل يعني اصعب. يعني واحد بيتكلم على امور فنيه لكن في ناس بيتكلم على امور مؤامراتيه ليل ونهار في القنوات. يعني بيقول لك ان الاهلي مظبط فعايز تقول اشمعنى التركيز كان بلال يعني. بلال يعني اشمعنى بلال يعني؟ طب في ناس كل يوم ده بعد تصريح بلال معاك يا امير بعديها بنص ساعه كان في واحد تاني على قناه تانيه عامل لك الاهلي مسافر السعوديه متظبط هناك ومش عارف ايه. طب اشمعنى الناس وقفت عند تصريح بلال بس يعني؟ بالعكس تصريح بلال تصريح فني بس مرفوض الجزء الاخير فيه مرفوض. لكن في لعيبه تانيه بتعمل كوارث كل يوم بالليل. لكن للاسف مفيش ضابط ورابط الكلام ده كله يعني. وبعد كده القصه ابتدت انت بتتكلم ان المبدا نفسه مرفوض. طبعا مبدا مرفوض وان مش بلال بس لا مش بلال بس اللي قال مثل هذه التصريحات. لا مش بلال يعني لو الناس وقفت بس هو عشان بس هي قيمه التصريح ان هو قاله معاك وعلى قناه كبيره. لكن في ناس بتطلع في قنوات بير سلم بتقول اصعب من كده بكتير. كامل الاحترام طبعا مع احترام كامل الاحترام لكن أكيد. في انا بقول لك هي كم تصريح فيها يا عمرو ان هو بلال قاله مع امير على شاشه النهار قناه متشافه وليها جماهيريه وليها عشان كده التصريح. لكن في ناس بتطلع والله العظيم في قنوات والله العظيم بتقول كلام صعب يحكم عليه فعلا يحكم قدام محاكم فعلا بيتكلم على مؤامرات وتحكيم ورشاوي والاهلي راح وصل للحكام ومش عارف ومعتز للدرجه دي والله العظيم ومعتز الشلماني الاهلي هيوصل له والسعوديه اشمعنى ماتش ده كلام على الهوا؟ والله العظيم معقول؟ اقسم بالله العظيم اقسم بالله بس عشان قنوات ضعيفه شويه ما حدش بياخد باله. مفيش حاجه اسمها قنوات ضعيفه مع كامل احترامي. كامل احترام طبعا قنوات اكيد ضعيفه يعني. ولا اماكن ولا الكلام ده اولا والله العظيم يا عمرو الكلام ده حصل مع كامل احترامي يعني في نجوم كبار ليهم وزنهم وليهم قيمتهم في كره القدم لعبوا كانوا نجوم واساطير في كره القدم ما ينفعش اخد رايهم واسفهم. الناس دي ناس كبيره وليها وادت لكره القدم المصريه وادت حاجات كتير جدا ما ينفعش رايه اسفه. دي نمره واحد. نمره اتنين الكابتن بلال احنا ليه بنعترض عليه؟ لان هو لعيب كبير فبالتالي ما ينفعش حد بالقيمه دي يتكلم الكلام ده. احنا ده اللي بنتكلم فيه. ما ينفعش انت قيمتك كبيره تسفه من نادي منافس ليك ايا كان. لو كان في مرفوض لو كان في موقف اتخذ مع لاعبين قبل كده عملوا حاجات يعني من شأنها إثارة الرأي العام والتعصب. يعني مثلا شفنا الفيديو الشهير مثلا بتاع عبد الله جمعه وحازم امام لما اضرب يا بدري. ده تصريح ده انا كنت متوقع ان مثلا مجلس اداره الزمالك مثلا يعاقب مثلا في لعيبه يعاقب فيها. يعني تخيل لما تكون لقيتني لعيبه في المطار اضرب يا بدري اضرب يا بدري اضرب يا بدري في اشاره لهزيمه الاهلي من الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 والامر مر من الكرام. طبيعي ان احنا نوصل للمرحله دي. طب ما انت لسه دلوقتي قايل قفشه ومش عارف والقاضيه ومش عارف ما هي ايه؟ ما انت لسه قايل اهو تصريح القفشه والقاضيه ومش عارف ما هي ايه؟ يعني حرام ليك حرام عليهم. يا عمرو بقول لك يعني قفشه هم حرام وانت حلال. وانا بتكلم على ما هي كده يعني اضرب بدري دي كان مقصود بيها ايه؟
و و و و و و ده ماتش اهلي وزمالك. انا بكلمك على ما هي عفشه جاب جون في الزمالك يا باشا. بقول لك ايه علاقه الزمالك يعني هو حلال ليك تقول وحرام عليهم هم يقولوا ازاي علاقه عبد الله جمعه وحازم امام الصغير بيضرب يا بدري ولو في مطار كان قصدي بيها ايه؟ التنافس الكبير بين الاهلي والزمالك دايما. لا 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 كان بيتقال ان الاهلي سخريه كان طب ما وانت وانت بتقولوا ايه بسخريه ولا بتقولوا بانك مبسوط؟ انا ما بقولش سخريه، انا بقول ان قفشه جاب جون في الزمالك ايه اللي فيها سخريه دي؟ انت كل شويه تقول قفشه ومش عارف دي معناها ايه؟ ما سخريه. لا مش سخريه يعني اقصد ده متوارد يعني اللي حلال ليك مش حرام على غيرك. لا 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 فبلاش بلاش يعني ايه تحلل لنفسك وتحرر على غيرك. يعني انت بتقول ده يندرج تحت بند التحفيل اللي عمله عبد الله جمعه فعادي؟ لو حد حفل انا من وجهه نظري التحفيل بعض المباريات بشكل ظريف عادي مقبول، لكن بشكل مستمر لا. طب ليه كان شكل ظريف ساعتها مقبول؟ لا لو كان انا مش فاكر اللي قاله اصلا. إيه مش لا عارف ازاي يعني بس لا لو كان حصل مش عارفه بجد؟ لا مش عارفه بجد بس ده لو كان قاله مره بعت البتاع خلاص عادي. لا لا ده كانوا بيقولوا لكن لكن لو باستمرار لا طبعا مرفوض. لا مرفوض. حتى انا فاكر وقت مرفوض تماما صلاح جمعه ساعتها طلع اعتذر نيابه عن عبد الله. فاكر صلاح جمعه اعتذر نيابه عن اخوه واعتذر لا نيابه عن اخوه ماله مال اخوه لان اخوه تعرض لحمله صعبه من جمهور النادي الاهلي وقتها. طيب خلينا نتكلم شويه في جانب ليه علاقه بالمعلومات. هسالك على تشكيله الزمالك الاقرب وهسال حضرتك على تشكيله الاهلي الاقرب، بس قبل التشكيلات بتاعت الفرقتين عايز اعرف القايمه بتاعت نادي الزمالك اللي اعلن عنها النادي النهارده بشكل رسمي، مين الاربعه اللي هيخرجوا بخلاف محمد او محمود الونش اللي هو اللاعب رقم 25 كده كده مش موجود، مين الاربعه الاقرب ان هم يكونوا بره قائمه ال 20 يا استاذ عمرو؟ لا انا مش قادر اجزم مين الاربعه. يعني اكتب لي القايمه وانا اقول لك مين. يعني عندك هقول لك انا قايمه شايف هقراها لك حالا عشان هو برضه شايف من بعيد شويه. ما انا مش شايف. حالا اهي اهي ورا الشاشه قدامك القايمه، تعالى هنا في الشاشه دي. الشاشه دي بص انا مش عارف الزمالك كاتبها بالانجليزي ليه كل الاحوال، لكن في كل يعني ايا كان محمد صبحي محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي. محمود الشناوي طبعا يبقى ادي واحد. خط الدفاع عمر جابر حمزه المسلوسي محمود حمدي الونش كده كده ده اثنين من الخمسه. الونش الثاني ماشي. حسام عبد المجيد مصطفى الزناري احمد محمود الثالث محمد حمدي محمود بنتايك الرابع بره القايمه. محمود بنتايج بره القايمه بتاعت ال 20 تاكيدا للخبر اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات. خط الوسط كده ناقص لعيب، خط الوسط نبيل عماد دونجا زياد كمال محمد شحاته محمد السيد عبد الله السعيد ناصر ماهر شيكابالا مصطفى شلبي زيزو كونراد. ها في حد في دول؟ لا هو محمد السيد ممكن. يبقى كده خمسه. طيب ما انت كده هيبقى عندك سيف الجزيري عمر فرج وحسام اشرف ناصر منسي كده هم دول لا موجودين كل دول موجودين. طيب استاذ علاء قائمه النادي الاهلي عندك محمد الشناوي مصطفى شوبير تمام حمزه علاء بره ربيعه ياسر اشرف داري محمد هاني عمر كمال عطيه الله اكرم توفيق مروان عطيه امام قفشه السوليه كوكا الشحات تاو رضا سليم وسام ابو علي كوكا لا لا ها كوكا موجود ولا بره؟ لا يكون موجود. وسام ابو علي كهربا طاهر محمد طبعًا. طاهر وطاهر موجود طبعا. يوسف ايمن بره عمر الساعي بره دول الثلاثه اللي بره. يبقى عمر الساعي يوسف ايمن وحمزه علاء دول الثلاثه اللي بره. التشكيله الانسب للاهلي من وجهه نظرك يبقى في ثبات زي ما الماتشين اللي اتلعبوا دول كان هو تقريبا نفس التشكيل ولا يحصل تعديلات؟ نفس التشكيل حرفيا يعني نفس التشكيل بالظبط يعني ما فيهوش اي تغيير خالص يعني خلاص هو الراجل استقر على ياسر ابراهيم ورامي ربيع قلب الدفاع ومحمد هاني طبعا ويحيى عطية الله خلاص خد المكان ده انتهى خلاص الامر مفروغ منه مروان طبعا وامام عاشور و بمناسبه امام عاشور لان ده تساؤل دلوقتي عند كتير جدا من الاهلاويه مين الاحق انه يلعب امام عاشور ولا قفش؟ تبقى للمحدود في التوقيت ده في التوقيت ده قفشه الاحق انه يلعب قفشه بس انا شايف ان قفشه بصراحه لما بينزل في اخر تلت ساعه ويكون قاري الملعب كويس قوي بيقدر يفك راسه كتير بس ده انطباع اتثبت قوي على قفشه وقفشه لعيب كبير لا يقدر يلعب ماتش لا 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 مش لا ما اقصدش اقصد ان امام عاشور ممكن دوره في بدايه المباراه مهم جدا ودور قفشه في نهايه المباراه اكثر اهميه يعني انا شايف ان في نجوم كبار جدا ليهم توقيت معين ينزلوا فيه بيقلبوا المباريات اللي خاصه لما يكون قاعد بره شايف الماتش كويس شايف هيلعب على ايه يعني زي مثلا الماتش نهائي كاس مصر لما نزل كبديل
لما نزل كبديل عمل هدف لإمام عاشور وجاب الجول الثاني. يعني هو نازل مركز بشكل كويس بس جدا، بس دي حاجه يعني تحسب لعفشه يعني انه مركز طبعا يحسب يعني على طول يلعب قدر يلعب لا مش قدره، لا مش قدره يلعب احتياطي مش قدره، لكن انا شايف ان امام عاشور يبتدي مهم جدا. انت قلت عفشه رجعت قلت امام عاشور، انت بقول لك الاحقيه ان عفشه يبتدي، لكن انا شايف وجهه نظر الراجل نفسه لا شايف ان هو هيبتدي بامام عاشور بامام عاشور. طيب وباقي التشكيل زي ما هو اشرف داري الدكه مش قادر دكه طبعا. طب في الزمالك مين بقى من الصفقات الجديده اللي هيخش؟ اللي هيدخل انا من وجهه نظر اتنين مشلاك ماشي ووراه محمد حمدي. محمد حمدي يعني محمد حمدي ان يلعب ظهير ايسر دي اعتقد مفروغ منه بالتالي. صعب تودي عمر جابر المره دي وتلعب ماشي. لا عمر جابر يرجع الجبهه اليمين بالتالي خط الدفاع معروف حسام مجيد ومسلوسي محمد صبحي راس مرمى نص الملعب نادي الزمالك هيعمل ايه؟ جوميز هيعمل ايه؟ هي دي القصه، هي دي النقطه كلها. نص الملعب لا خلاف على عبد الله سعيد تمام، لا خلاف على دونجا ايوه، الخلاف على ناصر ماهر ولا محمد شحاته. شحاته ايه الاقرب؟ تكتيكيا تكتيكيا محمد شحاته. لكن انا يعني انا وجهه نظري يلعب ناصر ماهر لان انت انا عايز اكسب عايز اكسب يا ريت والله انا عايز أكسب. تكسب بالطريقه دي هتكسب هكسب يا ريت والله هكسب الاهلي مع وسط ملعب الاهلي القوي هكسب الاهلي ان شاء الله امام واكرم هكسب الاهلي ان شاء الله ده كده باذن الله هيشيل كتير كده هيشيل كتير طبعًا. لو لعب عبد الله والناصر طبعا طبعا خلاص يبقى خط وسط النادي الاهلي هيسيطر على نص الملعب تماما تماما ودونجا هيكون لا حول ولا قوه هيعمل ايه قدام ده كله ده طبعا طبعا هيكون يعني جوميز عطى الفوز على طبق من ذهب للنادي الاهلي وكده كده الاهلي هيكسب حتى لو لعبوا بمين يعني كده كده الاهلي هيكسب طبعا ان شاء الله لو انتهى الثقه كده طبعا وانا متكوي للجماهير انا متكوي بص الزمالك هيكسب بالنسبه خلي بالك الاهلي لو خسر جمهور الاهلي ما بينساش لا ده يعني تصريحات هيقول لك انت قلت هتبقى عادي يعني سواء انت عادي مش هتبقى عادي لا 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 60 40 الزمالك 60 40 الزمالك 60 40 70 30 للاهلي 70 30 للاهلي انا خايف اللي يحصل استثناء اللي هو لكل قاعده شواذ لا لا تخاف ايه ما تخافش من اول طيب. كل قاعده ما تقعدش تخاف لسه بدري عم من غير ما تقول اسم المكان العشاء هيبقى فين في انهي منطقه من غير ما تقول لي البراند انت العشاء ها في عشوة لو الزمالك كسب في هنا واحد بتاع فول وطعميه هنا دوران على مكان تختاره اي مكان نختاره اوكي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للفرقتين باذن الله واحد احد نشوف مباراه كبيره جدا ما بين قطبي الكره المصريه بصبغه افريقيه نهائي او مباراه سوبر افريقي اهلي وزمالك باجواء جماهيريه اكثر من رائعه كل الاجواء اللي انت نفسك تشوفها بخصوص مباراه فيها اهلي وزمالك اكيد ان شاء الله هنشوفها باذن الله تعالى في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تقدر تتوقع النتيجه 3-1 للزمالك ها فرق هدفين للاهلي طيب خلينا ننتظر ونترقب هذه المباراه باذن الله واحد احد وهيبقى عندنا لقاء بعد الماتش وهنسترجع كل التصريحات اللي اتقالت في الحلقه دي ماشي سواء بقى بالزي انا كنت حافظها التشكيلات الزي والتشكيلات والكلام ده كله ده بشكرك يا استاذ عمرو نورتنا وشرفتنا شكرا شكرا جزيلا يا استاذ علاء بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا بشكر حضراتكم على حسن المتابعه دي كانت حلقتنا النهارده من بلس 90 بكره حلقه جديده باذن الله تعالى تصبحوا على الف خير الى اللقاء